أسعد الله صباحكم بكل الخيرات. نرحب بكم أنا وزميلتي إكرام، لكن للأسف بداية هذا اليوم بداية حزينة، لأنه كل الجزائريين أو تقريبا الشرق الجزائري حسوا بالهزة الأرضية التي مست ولاية أبجاية، قدرت ب 5.9 على سلم ريشتر بكاب كاربون بالضبط، ومست تقريبا 12 ولاية. الحمد لله ما كانش خسائر بشرية، لكن هناك خسائر مادية، مما أدى واستدعى الأمر إلى تشكيل لجنة أو خلية مساعدة شكلتها ولاية بجاية. الأمن والسلام لهذا الوطن الحبيب، تحية إلى كل سكان بجاية. الحمد لله على سلامتكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله لطفي. إذا نصبح عليك بالخير، نصبح على مشاهدينا الكرام، نقول الحمد لله على سلامة سكان بجاية وثانية مواطنين تاع الجزائر. ثانية ما نساوش لطفي نعزيو العائلة أو الأسرة الفنية، ثانية على موت الفنانة ريم غزالي اللي كانت فارقت الحياة البارح بعد تعزينا الخالصة إلى كل الأسرة الفنية وإلى كل عائلة غزالي باسم مجمع الشروق وكل عمال مجمع الشروق. نترحموا على روحها الطاهرة، الله يرحمها ويوسع عليها إن شاء الله يا رب. إن شاء الله مثواها الجنة الله. إن شاء الله لطفي، إن الله وإن إليه راجعون. تاني شفنا من المفروض اليوم سيوارى جثمانها إلى الجزائر وراح تدفن في مقبرة زيرالدا. وكانت ثانية نذكروا المشاهدين باللي ريم غزالي كانت عانت من مرض من السرطان، ربي يعافينا ويعافيكم إن شاء الله، لمدة عامين كاملين. البارح كانت أختها سلمى غزالي نشرت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وين أعلنت وفاة ريم غزالي. راح نشوفوا الفيديو مع بعض خلال حلقة اليوم، وعندنا الكثير والعديد من المواضيع المتنوعة مشاهدينا. أسعد الله صباحكم بكل خير، عيونكم لا ترى إلا النور إن شاء الله معنا من خلال برنامجنا الصباحي المتنوع، وتنوع كل ما نختار في كل مرة من فقرات ومحطات نفيد من خلالها أحلى جمهور، وبدورنا أكيد نستفيد من حضوركم المميز. بعض الحركات الرياضية نتابعها مع بعض من بدو عجين، تفضلوا. صباح عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم دائما في الفقره الرياضيه تاعكم مع الكوتش منير بوشاوي في قاعه سترونغ بودي بعود فايت. اليوم راح الحصه تاعنا حصه خلينا نقولوا سبيسيال، راح نتعلموا فيها لا موبيليتي، راح نديروا حركات تاع المرونه باش ما عندنا مرونه في المفاصل تاعنا وما يكونوش فيها اصابات في الاربطه تاعنا. ليزيزاس هذوما خلينا نقولوا هما ساهلين، لكن باش يكونوا ساهلين اكثر واكثر لازم التركيز تاعكم بعد ما يكونوا نديروا التسخينه تاعنا ولا بعد الحصه الرياضيه تاعنا اللي راح نمارسوها سواء في القاعه الرياضيه او خارج القاعه الرياضيه، راح نقدروا نديروا هذه التمارين. ومن المستحسن انهم يكونوا يعني خلينا نقولوا يكون عاده تاع التمارين هذوما باش ما ياخذوش وقت بزاف، تقدروا ديروهم صباح ولا عشيه ولا، من المستحسن انهم يكونوا صباح. خلينا نشوفوا هذه التمارين كيفاش راح نبداو فيهم، هما تمارين خلينا نقولوا تمارين سهله. الو نبداو بالتمرين الاول، نقولوا في البوزيسيون هذه ا كات بات، يدي البواني تاعي يكون مباشره تحت الكتف تاعي والجنو تاعي مباشره تحت الباطن تاعي. واش راح ندير؟ راح نسيي ندير حركات، نسيي نطلع او ماكسيموم لو فونتر ديالي ولا لو دو، نسيي نروندي لو دو تاعي فير لو بلافون ونتنفس ونهبط هنا باش راح تكون عندي مرونه ولا خلينا نقولوا لا موبيليتي اللي راح نبداو بها باش يكون في لاكولون فيرتيبال تاعي كاع في العمود الفقري، خاصة في الفقرات تاع رقبتين تاعي. نسيي نهبط حركة، ركزوا معايا في الحركة تاع ظهري كيفاش راني نطلع للفوق ونهبط تحت، نسيي ندير ان كرو ونسيي ما نكوبيش لو سوف تاعي باسكو خلينا نقولوا التنفس هو العامل المهم اللي راح يساعدني في التمارين هذه. هذا بالنسبة للتمرين الأول اللي راح يكون فيه نكون نستعمل المرونة تاعنا ولا باش عندنا مرونة كبيرة في الفقرات تاع الظهر تاعنا وخاصة في الفقرات تاع الرقبة. نروحوا للتمرين الثاني، التمرين الثاني واش راح يكون؟ راح باش يكون عندنا موبيليتي كبيرة في ليزيبول تاعنا، توجور نكونوا على لي جونو تاعي يدي يكونوا طوندو. واش راح ندير؟ نسيي ندير روتاسيون ديبول تاعي. كيفاش راح تكون؟ راح نسيي ندور ديبول تاعي هنايا ونعاود ندور، نسيي ندير نصف دائرة ولا خلينا نقولوا تقريبا دائرة كاملة، ندور للخلف للأمام هنا، هذا باش يساعدني أن تكون عندي مرونة في الأكتاف تاعي.
فوالا نسي هذه الحركات نسي نديرهم في اي ثانيه اللي تشوفوا فيها نديروا فيه نسي ندير حركات تاع 10 خطرات ونسي نريح شويه تان واحد 5 ثواني ولا 10 ثواني ونعاودوا للتمرين نروحوا للتمرين اللي موراه اللي هو باش ما عندي تان كما قلنا المرونه دائما نبقى في الحصه تاعنا ولا في لو تان تاع راس السنه سي لا موبيليتي نروحوا في ليكود نكملوا كما قلنا لا روتاسيون دي فول وزدناها لي فول تاع ليكود ديال هنا حركات خلينا نقولوا بطيئه لكن بتركيز كبير ندور هنا ونزيد مع ليكود ديالي هذا بالنسبه للتمرين الثاني ولا خلينا نقولوا باش يكون في المفاصل تاعنا لان تقريبا نركزوا على المفاصل اللي هما شو لابارتي سوبيريور لابارتي انفيريور نروحوا للتمرين الثالث ولا الرابع راح نسي هنايا باش كون تان كما قلنا لو باسان تاعي تان نسي يكون عندي المرونه كامله واش ندير نسي نطلع هنا نهبط هنا بمجرد انها ما نحط البرا تاعي كومبليتمون حتى مع ليفول نعاود نطلع هنا ونطلع ما ننساش لا ريسبيراسيون تاعي باسكو عامل مهم تاع التنفس في التمارين اللي رانا نديرو فيهم ونطلع نبدل نفس التمرين بالنسبه للجهه اليسرى فوالا نطلع لفوق هنا نحط ليفول تاعي ونتبع اليد تاعي ونجي هنا نشوف الفوق كما قلنا ما ننساش التنفس تاعي نفس الشيء كنا نديرو 10 ولا خلينا نقولوا 10 حركات من الجهه اليمنى 10 حركات من الجهه اليسرى نروحوا للتمرين اللي موراه ثاني باش يكون عندنا كما قلنا المرونه في الجانب السفلي ولا في الباسن تاعنا ثاني باش يكون عندنا موبيليتي مليحه وليفيتي والاصابات راح نسيت بما هي الحركه كيفاش ندير راح نحط يدي هنا وصول اوكي لي برا تاعي يكونوا ليجيرمون فليشي الاقدام تاعي يكونوا خلينا نقولوا متوازيين نفتحهم شويه باش ما يكونوش لاصقين بزاف باش نقدر يكون عندي الاتساع اني ندير الحركه اللي راح نديرها دوكا شنو واش ندير نسي نهبط لي جينو تاعي هنايا للارض وندور خطره اليمين خطره اليسار ونخلي لو باسون تاعي خليه يكون باش يكون عندي سوفلاز لازم نكون دي كونتراكتي ما نزيرش روحي عكس التمارين اللي نخدموهم في تمارين المقاومه ولا لازم نكون توجو كونتراكتي هذا التمارين لازم نكون عندي مرونه ولازم نكون سوبل فوالا ما ننساش لا ريسبيراسيون ديالي نتنفس بلا عقل ونسي ندير كما قلنا هنا نفس الشيء 10 حركات لليمين و10 حركات لليسار وبهذا اعزائنا المشاهدين نكونوا كملنا الفقره الرياضية تاع اليوم اللي ان شاء الله تكون نالت من الاعجاب تاعكم الى كما قلنا كالعادة اذا كان ممكن استفسارات ولا اسئلة تقدروا تواصلوا معنا على صفحة انستغرام ولا صفحة الفيسبوك منير نقطة بوشاوي على خير سلام إذن مشاهدينا الكرام كان هذا منير بوشاوي اللي عرض لنا بعض الحركات الرياضية النشاط والحيوية في برنامجنا صباح الشروق دائما مع صباح واللي نشكره ثاني على هاد المجهودات وهاد الحركات اللي دائما يقدمهم لنا ونقدمهم لكم انتم مشاهدينا من خلال البرنامج وان شاء الله تكونوا استفدتوا منهم وجربتوهم كذلك احنا دائما اذا كانوا دايرين حول مائدة سطور الصباح نقولوا الحقيقة عندكم تحنم لهذا الناظ مازال عندنا العديد والكثير من المواضيع نعالجوهم مع بعض راح تستفادوا من خلال كل فقراتنا ومحطاتنا وحتى خبريتنا اللي نجيبها لكم كل صباح. صح لطفي ما ننساوش اليوم الخميس هو اخر ايام العطله بالنسبه للتلاميذ دونك نقولوا لهم لازم يبروفيتيو شويه واليوم يقدروا يشوفونا على 8 يعني ولا ناضوا يقدروا يشوفونا لكن ابتداء من نهار الحد رايحين يتوجهوا للمدارس نقولوا لهم ربي ينجحهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب وكما قال لطفي نبداو دائما البرنامج بفقرتنا وهي فقره واش قالوا اليوم وفقره الخبريات المتفرقه لنهار اليوم نبداوها بالاحوال الجويه تحذرت مصالح الارصاد الجويه امس الاربعاء من تساقط امطار رعديه على 10 ولايات غربيه وافادت المصالح في نشريه خاصه عفوا اقول ان الامر يتعلق بكل من عامات سلسله البيض معسكر سيدي بلعباس ايدال جلفه تيارت لمسان وكذا الاغواط واضاف ذات المصدر ان صلاحيه النشريه ستكون بدايه من امس يعني الاربعاء حتى اليوم الخميس 9 الليل ستصل كميه الامطار المتساقطه الى 20 ملم محليا دونك اللي يخرجوا من هذه الولايات نخرجوا الصباح
قولوا لهم روحوا بالعقل اللطفي لانه الطرقات راهي زلقه جدا. ان شاء الله يكون مطر غيث ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. مشاهدينا الكرام، بما انه موضوعنا لنهار اليوم راح نتكلموا على النظام الغذائي والنظام الغذائي السليم، وكيفاش يكون الجزائري اسكو يتقيد بهذا النظام الغذائي ولا لا، وكيفاش يكون. احنا اخترنا من خلال فقرتنا واش قالوا اليوم، نختار لكم دراسه اللي تتكلم على هذا الموضوع. اذ شافوا انه في الاونه الاخيره تزايدت الابحاث العلميه التي تبحث في مدى تاثير النظام الغذائي على الصحه النفسيه والعقليه. اذ كاين لطفي كاين اغذيه اثر على نفسيه الشخص، اثر على نفسيه الشخص صحيح. واللي تخلي الانسان بلاك المزاج تاعو يتبدل من الاحسن ولا من الأسوأ الى احسن. راح نعرض لكم مشاهدينا بعض الأطعمة اللي تجلب السعادة وتعمل على تعزيز صحة الدماغ. تأثيرها على هرمون السعادة. هرمون السعادة اكزاكتومون. نبداو بالأسماك. الأسماك معروف أنها تحتوي على أحماض أوميغا 3، ذات فوائد مدهشة واللي تقدر تغير المزاج تاع الإنسان اللي يكون بالك من الأسوأ ترجعوا للأحسن بمجرد تناول هذا الطعام. أنا في الجزائر اللي يتناول يصح له أنه يتناول السمك يكون سعيد صح، لانه صح. غالي السمك بمجرد يصح له يكون سعيد يكون سعيد صح صح. وكاين ثاني الشوكولاته الداكنه اللي هي شوكولا نوار، رغم الافراط يقول لك في التناول تاعها الشوكولاته تكون مضره لصحه الانسان، لكنها تجلب السعاده وتعزز الحاله المزاجيه. يعني معروفه الشوكولا اصلا هي تجيب سعاده عند الاطفال وعند الانسان كذلك، لكن الشوكولا السوداء ولا الشوكولاتة الداكنة معروفة تاني أنها مفيدة لصحة الإنسان كذلك لطفي، يعني خير من الشوكولاتة الأخرى، ومعروفة أنها تدخل في الرجيم تاني صح. يأكلها بزاف أصحاب الرجيم. عندنا تاني الموز، الموز تاني يساعد في قلب مزاجك رأسا على عقب تاني يقولوا. الشوفان تاني اللي هو طعام صحي جدا، يقولوا أنه يمكن للشوفان الذي يشكل وجبة إفطار شهية أن يرجع لك الحالة تاعك مزاجية وجيدة طوال الصباح. التوت تاني اللي معروف أنه يقدر يفرز هرمون السعادة. المكسرات والبذور، القهوة اللي ما يقدروش يستغنوا عليها بزاف عباد، وتاني الفول والعدس. على ذكر اللي دايما سعادة أنا ومخرجنا ميمو مدمنين على القهوة. تحية لكل الناس طيبين، إن شاء الله تدخل السعادة إلى كل بيت جزائري وجزائرية شاهد في برنامجنا الصباحي. أجمل تحية لأحلى ناس اللي يتابعونا من المهجر، أشقائنا وأحبابنا وناسنا وأبناء هذا البلد الحبيب. نديروا أول اتصال معنا لنهار اليوم، قولوا ألو صباح الخير. ألو. ألو صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير أخي لطفي، صباح الخير أختي كرام. صباح النور والفل والياسمين. أهلا، صبحكم الله بأنوار النبي. ان شاء الله يا حبيبتي عليه الصلاه والسلام. يا سلام على هذا الدعاء وعلى هذه التحيه. لاباس كيف الحال يا اخي لطفي؟ الحمد لله يا رب، لما نسمع اصواتكم نقولوا هايلين ما شاء الله عليكم. الله يعيشك، نحيي كل طاقم الشروق، اما طاقم شروق نيوز او الشروق العامه او كل الله يحفظك الطاقم. تعيش يا حبيبتي. سلام موصول من الكل. كيف حال ايمان؟ الحمد لله اكيد يتابع فينا ايمان، نوجهولها تحيه. نجمة الشاشة. شفتي اليوم راي مرتاحة، اليوم راي ويكند. الحمد لله نحييها. خلينا نتعرفوا عليك. أم طلحة من الصيف. يا أهلا وسهلا بك وبطلحة وبكامل ناسنا وأحبابنا من الصيف. أهلا وأهلا بطلتك البهية يا أخي. ربي يخليك ربي يخليك. للأسف احنا اليوم طلينا عليكم وطلينا على بزاف بيوت اللي عاشوا خوف. نعم. من الزلزال. حسيتوا به في الصيف؟ نعم اخي لطفي، بالنسبه لي انا نسكن في الطابق الخامس. يا الله ما حسيتي مليح. الطابق الخامس وعندي فوبيا الزلازل. إيه؟ وكيفاش كان شعورك اليوم؟ والله مازال لحد الان عندي ارتجاف بنفسيتي، مازال خايفه. عقداش بالضبط حسيتوا بها؟ واحده ممكن واحده ربع دقائق ولا ست دقائق. صح. وكانت قوية شوية ولا صغيرة؟ قوية قوية، مع اني انا بعيدة على المنطقة في الصيف،
ممكن 60 كيلومتر، ممكن 60 كيلومتر، وانما حسينا بها بين ولايه المسيله والصيف هكذا. واهل العماره كامل حسوا بها؟ نعم كامل اهل العماره. صرا هرج في ساعه الواحدة وخمس دقائق ست دقائق حس فوضى، الناس كل خافت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وخافوا دراري ولا لا؟ لا انا ولادي ما حسوش بها كثير. معليش سلامت راسكم ان شاء الله. الحمد لله اللي خرجت سلامات. الحمد لله. المهم نضامن مع اخواننا في الجايه مساك اللي كانوا قراب ليها بزاف تما. صح صح كاين اللي كانوا قراب ليها اكثر. صح الله يكون معاهم ان شاء الله. ربي يحميكم ويحمي كل واحد ان شاء الله. الحمد لله ربي يحفظنا وربي يحفظنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. قولي لنا قولي لنا ام طلحه، اليوم خيرنا موضوع نحكيو عن النظام الغذائي السليم. انت تشوفي انه الجزائري يتقيد ويتمسك بنظام سليم ولا لا؟ انا نظن لا، مش اكل نظن انا منهم. انا اخي لطفا عندي نفس المشكل تاعك، انا انني اكل الاثمان. ايه بصحتك. وتحبي المراقي والتغماسو؟ نعم نعم كما قال الجزائريين كما قال الجزائريين. ولا طلحه شحال في عمره؟ 7 سنين. ما شاء الله. عندك غير طلحه ولا عندك ولاد واحد اخرين؟ عندي البنات هما الكبار. ربي يخليهم لك ربي يشدهم لك ان شاء الله. 11 سنه الكبيره 17 سنه. ما شاء الله يبارك. يعني 11 سنه وطلحه 7 سنين. ما شاء الله ما شاء الله. نوع الغذاء اللي يتناولوه ياكلوا كلش ولا يتشرطوا؟ يتشرطوا كيما تاع الجي تاع اليوم كامل. لا دونك الخضار الى غير ذلك ما ياكلوهمش. ايه يتشرطوا. يحبوا الساندويتش. ايه حبوا الساندويتش. مشروبات غازية. نعم حبوا مثل تاع برا. حبوا السكوت. ايه نعم. وتعسيهم في الماكلة ولا ما تعسيهمش؟ مخليتهم على راحتهم؟ لا لا نعسهم نعسهم. عندي الكبيرة شوية ما تاكلش. ايه وعندي وعندي اللي قل منها تاكل تاكل بشراسة. بسلامتها الله يبارك. صحتها بصحتها 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 بصحتها. ربي يشدهم لك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اللهم امين. الله يحفظكم. رمضان كريم. قريب شهر رمضان الفضيل. اللهم امين. ربي بلغنا رمضان ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بالخير والعافيه يا رب. ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اللهم احفظنا من الوباء والبلاء يا رب. ان شاء الله. امين امين امين. قولي لنا بدات توصل ريحه رمضان؟ باذن الله. ريحه رمضان بدينا احنا متعودين سبحان الله قبل شهر رمضان الفضيل، يعني واحد 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 الرحمه، واحد الخصوصيه، واحد الساعه، اجواء مغايره. صح كاين بنتها قبل رمضان. صح كاينه بالفعل بالفعل تبدا من ليله اول شعبان. صح صح باذن الله. الناس تدعي على ربي ان شاء الله تصوم كيما العام هذا. بدا الله يبارك اول شعبان بالسنين الناس صبحت الله يبارك صايمه. صح صح ربي يتقبل منا ان شاء الله. ربي يتقبل منا الصيام. شكرا لك اخي لطفي. اخي لطفي نحيي نحيي كامل الطاقم تاع حصه وافعلوا الخير كل الزملاء. نحيي اخي رضوان رضوان حسين اجمل تحيه ليه ولكامل الشباب اللي يعمل معاه. يا ريت ولو كان نقدر نشارك في الحصه تاعهم نبعث لهم تحيه حصه مزامير داوود. لكن سلامك يوصل ان شاء الله يا رب باذن الله. نقول لهم اقتراح اقتراح يعني يا ريت يا ريت قول لهم يا ولو كان دققوا على بيبان الامهات اللي راهم في البيوت ما كفيت في البيوت ويقراوا في القران يا ريت. تعملوا لهم ولو ما ريبورتاج في كل حصه ولا اللي راهم يقراوا القران في الدار يا ريت. عندنا جواهر في البيوت. صح صح. راكي تحفظي قران ام طلحه؟ راكي تقرأ تحفظي قران؟ نحب نحب نقرا نحب التجويد نحب الترسيل. ما شاء الله الله يبارك. ما شاء الله الله يبارك. ما شاء الله ربي يحفظكم باذن الله. نحيي المهم نحيي اخي اخي محمد مشقق اخي رضوان تحيه كبيره لهم. نحيي بزاف اخي رشيد بوسينه سلسبيل الله يحفظكم باذن الله. شكرا لك. ربي يعطيك من نعيم ويزيدك من نعيم ان شاء الله يا رب. وتحيه لكامل اهلك واولادك وعيلتك ربي يحميهم ان شاء الله. الله يحفظك اخي لطفي. شكرا لك شكرا لك. يوم سعيد ان شاء الله. يوم سعيد. شكرا كم نحن سعداء. يقول لك هرمون السعادة يزيد بالشوكولا يزيد بمشاهدينا.
صح ولا غير سانتا باش يزيدوا يحطوهم في المفروض يضموها في القائمه. اجمل تحيه للناس الطيبين اللي يشاهدونا بقلوب صافيه، اجمل واحلى سلام لكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح، واختار قناه الشروق العامه وبرنامجنا الصباحي بكل ما فيه من محطات وخدمات متميزه. تميزنا ايضا يبرز في مطبخنا الصباحي اللي يكون دائما بامضاء مميز من سفير المطبخ الجزائري الشيف حسين، وحاضر معنا اليوم راح تنضم لي اكرام. وصبحوا لي بالخير. صباح النور يا اهلا وسهلا. اهلا بك. وش رايك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا رب. كيفاش؟ الحمد لله. كيفاش واش راهي واش راهي الكوزينه واش راهو واش راهم الاطباق؟ اطباقهم لاباس عليهم، الاطباق في تطور. في تطور. كل يوم حاجه جديده. يعني في تطور، ولكن كما يقولوا احنا دائما هذاك المثل المعروف يعني يقول لك جديد حبو والقديم تفرط فيه. صح. احنا دائما احنا عودنا المشاهدين كل خميس نديروا لهم طبق قديم ولا تقليدي. طبق تقليدي ولا طبق يعني من المنطقه يعني من المنطقه الجزائريه. نعرفوهم طبق جديد. نعرفوهم نعم نعم. هذا الطبق يعني معروف، يعني كاين الناس راه مازالهم يديروه، كاين اللي ماهمش يديروه. كما نقولوا احنا دوكا رانا داخلين على شهر رمضان، هذا الطبق يعني راح يفيدهم ممكن في شهر كامل يعني باش السيده كان ما تحتارش، ممكن يوم من ايام في رمضان تحضر لهم هذا الطبق سهل جدا ومعروف ويعني وعنده اسم يعني اسم تاع شباب ثاني اللي هو ما قدرتش نعرفوا شنو، نشوف في البيض والبيض والحميصه صح ما عرفتش. هو سهل جدا، هو هذا كانوا الناس زمان كانوا يسميوه الداي وباياتو، كان يسموه الداي وباياتو وتغيرت سميتو. اه انا عارف تغيرت سميتو القاضي وجماعته. ولا رجعوا يحيدوا القاضي وجماعته. لا عارفه خلاص. القاضي وجماعته اللي هي يعتمد على اللحم والبيض. اوكي. يعني كما نقولوا حنايا كاين مام كاين واحد الناس كاين يسموه بوم، بصح هكذا ما يكونش بهذه الطريقه، يكون طريقه واحده اخرى يعني. علاش نقولوا دائما وصفه من مدينه لمدينه ولا مكان تغير المكان. صح تغير مام من بيت لبيت ممكن تغير. كاين يعيطوا لها جاجا وفليليساتها يعني ولادها. اه داك. المهم كاين حاجه ولادها حاجه ولادها حاجه وجماعتها يعني صحاباتها. نعم. حنا ثاني نقدروا نديروا بزاف في رمضان هذا. نعم بنين وسهل وخفيف يعني ثاني كي يحتار واش يدير هذا الطبق. صح من بالجمعه بيسك يديروا بزاف الجزائريين معروفين يديروا الاطباق التقليديه، هذا يقدر يكون من بين الاطباق اللي نقدروا نديروهم. نعم. بالجمعه. نعم. كي تلم العائله. ايوا معظم الناس كان يديروه مرقه بيضاء، وحنايا انا اليوم راح نديروا يعني مرقه حمراء. وكاين بون نقدروا نديروه باللحم تاع البقرين، نقدروا نديروه بالغنمي، نقدروا نديروه بالدجاج. داكو. ويلفقوه هو الجماعه اللي هي البيض. نعم. وكي نديروا اللحم تاع البقرين نستغناو على الدجاج ولا نخلوه كمان؟ لا الدجاج ما يكونش. انا قلنا لك درنا هو اللحم هو القاضي ولا هو الداي. هو نزيد لها معلومه للاكرام انه الجزائريين احنا الجزائريين بالجمعه ماشي برك طبق تقليدي، لازم يكون التفوار يفوروا. آه. يفوروا يا طعام يا شخشوخه يا رشطه في كل بيت جزائري. المهم حاجه فوره. حاجه تفور. نعم. صح شاف. نعم نعم حاجه تفور هذا يكون لازم كما قال لك. واصل اكثر شيء لي بات اكثر شيء العجائن يعني. صح معروفه. العجائن. ثاني كاين مناطق انا بون رحت سافرت لها انا في الجزائر. كاين مطاعم خاصه في يوم الجمعه يديروا اطباق تقليديه بالعجائن يعني، ويروحوا عائلات يروحوا يتناولوا عشاء في هذاك المكان يعني. نعم كثرت هذه المطاعم يروحوا يعني ليها عادي جدا. الخيمات كاين مطاعم فخمه ثاني يديروا فيها اطباق تقليديه. كل اطباق تقليديه اللي تتحضر في. صح. المنطقه ولا غير المنطقه. يعني يجيبوا وصفات منه ويديروا لهم يعني فاريتي تاع منها يخرجوا في الويكاند ومنها يحافظوا على الاطباق. يحافظوا ويحبوا يديكوفريو ثاني طبق جديد يعني. صح. نعم. والتحليه ثاني التحليه هذه ثاني مش تحليه يعني هذه حلوه هذه حلوه ثاني يديروها من زمان. كاين كل واحد يعيط لها كاين حلوه يعيط لها حلوه المعجون. وكاين يعيط لها صبار شراش معروفه صبار شراش. صح نوستالجيا الزمن الجميل. الزمن الجميل. الحلوه هذه الكاطو هذا يعني كانت كل البيوت الجزائريه تقريبا. نعم نعم يديروه بزاف. نعم. هو يتشبه العجينه تاعو تقريبا تشبه الحلوى الطابع. لكن نعم الحلوى الطابع نعرفوا احنا الحلوى الطابع زمان كيفاش كنا نديروها. انا نشفى كنت صغير هكذاك بون نشوف كانت اختي هكذا تعجن يعني الكاطو بون احنا اكثر شيء كنا ما نستعملوش هذه المارغارين وكاع يعني كانوا يستعملوها اكثر شيء يستعملوا الزيت يعني حلوى كانوا يستعملوا الزيت وكان كان معروف حلوى الطابع يعني شائعه ما كانش بيت ندخلوا ما نصيبش حلوى الطابع مازالها ولا مي نقصت ما بارابور على ذوك كاع يحبوا يديروا يشربوا بها يقول لك بريستيج بريستيج بريستيج
برستيج، لكن خلينا قلنا احنا جديد نحبوه بصح قديم ما نفرطوش فيه. نعم اللي هو قلنا كنا نديروها، كنا نديرو ثاني الزيت والبيض، كنا نكيلو يعني مكيال، يعني كيلا بيض كيلا سكر كيلا زيت، وهذه هي الوصفه الناجحه تاع زمان. نعم مع دركا الوقت ولاو يطوروا فيها شويه ولاو يطوروا في الوصفه. كل حاجه تطورت من نعم. المقادير هذا من قبل ولا لا؟ ما عرفتش. عندك فكره على صب الرشراش ولا لا؟ نعرف حلو الطابع هذه ما نعرفهاش. بصح تشوفي هات ممكن تعرفيها، ممكن تسول الوالده تاعك تكون دارت لك. شحال داخل؟ صب الرشراش هذا واش يعيطوا له؟ انا جامي سمعت. يقطعوها مربعات. ايه؟ يسكر فيها العجين. يسكر فيها العجين من الفوق. من الفوق. ويدخلوها طيب. تكون كذا. ويدولها شكل كلاص من الفوق. هي مليح مليح انه ما تعرفهاش راح تكتشفها معنا. تكتشفها اليوم معنا ان شاء الله باذن الله. هي هذه الوصفه هذه تكون بون، المشاهدين يشوفوا فينا كاين اللي يعرفها يقول لك يا شيخ نعرفوها، ماشي مشكل. تمد تشوفوها معنا كاين اللي ما يعرفهاش كيما انا. فكروهم معليش. فكروهم عندنا اليوم بون باش نعطيهم الوصفه يعني صحيحه وتكون يعني ممكن يحبوا، كاين اللي ما يعرفهاش حاب يجربها ولا اللي كان دارها من قبل ممكن ما نجحتلوش ولا يعاودها اليوم معنا ان شاء الله باش تنجح له. عندنا هنايا نديروا هنا كيله تاع بيض، عندنا كيله تاع سكر، وعندنا كيله هنا تاع زيت. انا الزيت هنايا فضلت نخلط لها شويه على مارغارين باش تعطيني واحد الطراوه بك هذا المكان، لانه يعني احنا نعرفوا مارغارين تجي يعني الاخر تاعها العجينه تاعها تجي طريه. نعم وعندي هنا لو زاست تاع السيترون تاع القارص، واللي ما عندوش لو زاست تاع القارص يقدر يدير لافاني عادي لفاني. ويقدر يدير ثاني ميم لو زاست تاع الاورونج يعني تاع تشيلي وإليميني هذاك الريحه بالك تاع البيض تاع البيض. نعم وهنا عندنا الخميره الكيميائيه، هي الخميره الكيميائيه حنا نكيلو على حساب البيض. مثلا إذا درنا اربع حبات بيض نديرو يعني كيسين يعني زوج دو ساشي تاع الخميره تاع الحلوى نحسبوها بزوج بيضات. دونك تمشي على حساب البيض. على حساب البيض نعم. وهذا المعجون اللي كان حنديروه انفاكس يعني في الوسط، وهذه الفرينه حنجمعوا بها. انا الفرينه ما نعطيكمش يعني المقدار تاعها لانه حنايا يعني نبداو في السوائل ونبداو نجمعوا بالنواشف اللي هي كيما مرفع عينك ميزانك يعني عينك ميزانك حتى العجينه وشنو العجينه تكون طريه نتفاهموا العجينه تكون طريه ونقصوا منها شويه مين ما يمنعش باش نحضروا لهم ما يفوت طرانا خلاص نحبسوا حتى ما تمنعش باش نحضروا المشاهدين ان شاء الله مع بعض عادي جدا. هنايا نبداو بالبيض كما قلنا كل كيله تاع بيض كيله تاع بيض نعم اللي هنايا خرجت لي هنا الكيله هذه خرجت لي اربع حبات اربع حبات هنايا علاش انا فضلت انايا درت هنايا زوج يعني زوج ساشيات تاع خميره الحلوى اللي هي في كام باودر معروفه ما نديرهاش دوكا نديرها مع الفرينه بعد شنو دائما نقول لهم هذه في الإعادة إفادة صح؟ معليش بيان سور كنا نقول دائما في الطبخ وفي الكوزينة لازم باش ما يروحش حنايا دائما حنا السكر نسيو ندوبو علاش كاين السيدات بزاف يقول لك الحلوى تجينا يابسة هي الحلوى منين من السكر ما يذوبناش انا نشفى قلت لك الحلوى الطابع كنا نخدموها يعني بون ماشي نخدموها كنت تشوف كيفاش يخدموها يحكموا بيديهم يقعدوا في الجفنه هكذا يحركوا السكر حتى يذوبوا مليح صح ما كانش عندهم بون باش تخرج هذيك الحلوى طريه نعم باش تخرج طريه نعم هذاك شافي شويه لا استاذ شاف حسين بيان سور انا عندي ماشي مشكل عندي في راسي مش عندي مام الحلويات يعني تاع العرس يعني نخدمها تاع اللوز يعني تاع بكري تاع بكري وتاع دوكا كامل نعم كامل الله يبارك توت اوبسيون شفتي دونك ندوبو قبل السكر بهالطريقه باش ما تخرجلناش دائما نقول لهم باللي لازم ندوبو السكر باش ما تخرجلناش الحلوى يابسه نعم فوالا واكثر شيء مليح واحد كيخدم بيدو باسكو نعم بون كيخدم ثاني بالبيتران عادي ماشي مشكل لكن باليد نحسوا الملمس هذاك تاع السكر هذاك كيشوف نحسوا لا داب ولا لا لا اذا كان يذوب لنا نحسوا له نعم ونخدموا بيدينا هكذا يدينا شغل جر فوي هذا خلطوا مليح هنايا نزيدو لو زاست هذاك تاع السيترون القارص نعم تايدو بنا مليح باش نكملو نزيدو المقادير الاخرى هنا ما يمنعش نقدروا نزيدوا لانه المارغارين هذيك مع الزيت يعني سائل هذاك الثاني يعاوننا باش نعم دونك حتى بارابور الفارينه كيما نقولوا حتى تذوب باش نبداو نزيدوا بشويه بشويه الفارينه حتى تحكم الحاله تجينا ونشوفوها تولي طريه كيما قلت لنا هكذا دوك هكذا بدات تذوب لنا ذابت نزيدو قلنا احنا درنا هنايا يعني كاس غير ربع تاع زيت وكملناه بالمارغارين نعم المارغارين تكون دايبه علاش اللي يعطي عطانا اللون هذا تاع البرتقالي نعم اجل المارغارين نعم واللي حاب يدير الزيت عادي ثاني يعني ممكن هذا السؤال في واحد راه يفكر يقول لك لا معليش ندير الزيت كامل ما نديرش مارغارين نديرو زيت كامل هي دو بريفيرونس نديرو المارغارين نعم. لانه الوصفه كانوا يديروا لها الزيت كامل ما يديروش ما كانوش يديروا مارغارين نعم. انا فضلت ندير مارغارين باش ما تجيني شويه طريه ماشي يابسه بزاف هذا ما كان داكوغ
بدا يذوب هكا الصوت. هكذا ذاب لنا كامل شوفي، هكذا ذاب لنا كامل، ما انا مانيش نحس به في الجيه. ما تحسش كامل نعم. باللي كاين. نعم. هكذا نبدا ندير ندير الكميه الاولى تاع الفرينه هكذا هنايا، وندير قبل هنايا الخميره تاعي اللي هي زوج اكياس. هكا نحيلك برك هذوك شوف حسين. ما يتكسروش. نعم. باش ما تزقيش علينا نائمة. نبداو نخلطو غير بشوية حتى تحكم لنا العجينة. نعم هكذايا. قلنا نديروها يابسة، بس علاش نخبزوها من بعد نخبزوها في سنيوة. المهم تحكم روحها وتقعد طرية. هذا هو. نعم تشد روحها تكون طرية، لا تكون طرية هكذا شوية يعني ماشي ماشي طرية الطراوة هذيك. دوك نشوفوها كيفاش تخرج. ان شاء الله المشاهدين راهم يشوفوا فينا، لانه حلوة الطابع نعرفوا راهم يسجلوه. حلوة الطابع نعرفوا باللي لازم تكون شاده روحها مليح، لانه نطبعوها باش طابع ما يخسرش يقعد هو هو، باش ما يلصقناش ثاني. لا نعم باش ما يلصقش، واللي عنده مشكل تما تلصق له يقدر الطابع يغمسوا هكذا في الفارينة. راح ديرها بالطابع؟ لا لا انا نحكيو على حلوة الطابع. نحكيو على حلوة الطابع. احنا في الموضوع. لا لا تينا. لكن 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 هنا في هذه هذه لا لا هذه كي الا جاتنا يابسه هذه هنا وثاني كيف كيف الا شفناها طريه بزاف نقدروا نستعينوا بالزيت ولا نستعينوا بالفارينه. هذه مور ما نلموا العجينه كامل ولكن كنروحوا نخبزوها في سنيوة. داكور كنروحوا نخبزوها في سنيوة. اذا كان شفنا باللي تلصق لنا في يدينا كي كنا نخبزوا فيها نستعينوا بالزيت نشمخوا يدينا بالزيت باش ما تلصقش في يدينا. داكور وما ديرنا تخليش لاطراس هذه تاع اليد وده ولا نغطسوا في الفارينه ونخدموا بها عادي جدا. نعم وهذه كيفاش حتكون شكل تاعها؟ هذه تكون تكون سقساك على الطابع جاتني فيها. هذه ديرها في سنيوة هذا صح؟ هذه تندر في سنيوة. نعم تندر وتقطع مربعات. يعني مشاهدينا على بالي كاين بزاف اللي عندهم فكره على الحلوه لانها معروفه محبوبه. انا نعم. ما عرفتهاش بالك كي تكمل طيب ونشوفها بالك نعرفها. حلوة العيد دابا كيديروا بزاف تما كل وحده واسمها، دونك ما تقدرش تعرف شنو هذه وشنو هذه، تحسب كامل حلوه الطابع وهي رايحه. ايه هي تقريبا قلنا يعني المقادير يعني والمكونات تشبه بزاف الحلوة الطابع. نعم. المعجون يديروه قبل ما يسكنوا العجينه. بيان سور لا كي نخبزوا العجينه تاعنا نقولوا للمشاهدين بيان سور باش ما نضروهمش نديروها هي في قلنا تكون انفاكس يعني في الوسط ونسكرفجوا لها العجين من فوق. يعني المعجون هنا راح يزيد يطيب. ايه. المعجون يطيب مع العجينه. يطيب نعم. هنايا هنا نحكموا شويه هكذا. يعني هكذا مقدار شويه نحيوه هذا اللي راح نسكرفجوه من فوق. هذا دونك اللي سكرفجوه خلوه دو كوتي خلوه هكذا نحو كميه هذا. هذا واش نديروا له هذا؟ هذا نزيدوا له الفرينه حتى يولي لنا يابس. كي يولي لنا يابس كي يولي لنا يابس واش نديروا؟ حنايا الطول يكونوا نوجدوا في الخبزه تاعنا باش نخبزوها وكاع هذا نديروه في المجمد. داكور يشد روحه. نديروا في المجمد يشد روحه بيان سور نغلفوه كي نزيدوا له الفرينه يولي يابس نغلفوه نديروه في مجمده ماشي في الفريجيدار نديروه في كونجيلاتور دو بريفيرونس باش يشد روحه. بعد نحكموا بسكرفاج ونبداو نسكرفجو يجينا ساهل شو رانا نسكرفجو فروماج ولا صح من فوق يعني. نعم باش يجينا كي تكون طريه ما نقدروش كي تكون طريه امبوسيبل تسكرفج لنا هذه حاجه باينه. دونك نخلوها نخلوها نزيدوها الفرينه قبل. لا شوف حسين نزيدوها الفرينه. نعم نحكموها قلنا على الجهه هنايا هذا خلاص هذا راهو مليح هذا القوام تاعو كيما راكم تشوفوا. اش قلنا من قبيله نستعينوا بالفرينه ولا نستعينوا بالزيت يكون يلصق العجينه نخلوها كيما راهي هكذا تكون تلاصق شويه ما نخلوهاش يابسه يابسه مفهوم يا سهله نخلوها هكذا مفهوم جدا. انا نشوفه ثاني هكذا نحيوها هذه نخبزوها هذه اللي نحن نديروا بها نعم. وهذه نزيدوا لها فرينه باش نيبسوها شويه جينا يابسه شويه ومن بعد نديروها قلنا مباشره نخلوها في كونجيلاتور باش نقدروا نسكرفتوها باش نقدروا نسكرفتوها من بعد فوق هذه يعني ابخي ما نديروا المعجون بعد ما نديروا المعجون. نعم داكور هنايا نزيدوا قلنا ما يكونوش كميات متساويين. لا 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 كميه تاع الفوق تجي شي حاجه خفيفه لانه راح نسكرف ما ندوش ما ندوش باش المعجون هذاك يولي يبان ما نخدمش نغموه ما نغموهش يقعد يبان شويه. نعم يعني بديت بالك بديت تعرفيها كي تشوفيها تقول يا هذه ما فانا ناكلها هذه هي والله ما على بالي ممكن روحتي ضيفك اللي فيها ممكن بالك سختو في العيد كما قلت لك شاف حسين كاين بزاف الحلوى شغل يحطوا بزاف في الكاطو دونك ما تقدرش ماشي ما تقدرش تفرق كاين بزاف ما تقدرش تعرفهم كامل. احنا عندنا بزاف فقرات ومحطات في الانتظار نروحوا مواضيع مختلفة
كذلك ومحطة اللي راح نبداو بها ولا موضوع رئيسي نعاودو نذكروكم به مشاهدينا الكرام هو الجزائري والنظام الغذائي. راح نفصلوا اكثر في هذا الموضوع مع الضيوف اللي حيكونوا حاضرين معنا فيما بعد، لكن الان بما انه تحطوا على غذاء الروح. نعم، غذاء الروح هو الكتاب لطفي، بما انه صالون الكتاب مازال حتى يوم السبت 20 مارس 2021، حبينا نزيدو نتكلموا اكثر على الكتاب ودار النشر كذلك المشاركات، وفي ظل ثاني هذا الوباء اللي رانا نعيشوه. لذا نسعد باستضافه السيده مريم هبابره المديره العامه لدار الرائد للنشر والتوزيع. صباح الخير عليك سيده مريم. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا، ونشكر صباح الشروق على هذه الاستضافه الجميله. صباح النور. اذا نقدر نقول انه نفس متجدد في ظل جائحه كورونا، والجزائر تشهد احتضان مثل هذه الفعاليات والصالونات. طبعا هو متنفس للقارئ، متنفس للكاتب والمؤلف، هو متنفس للناشر ايضا. يعني احنا كنا تمنينا انها تكون مبادرات اكثر من هكذا، يعني اكثر من سنه ونصف مرت على اخر صالون للكتاب. نقول هو متنفس ولكن ليس كما كنا ننتظر. طبعا سيده مريم، يعني هذا الصالون تاع الكتاب نشوفوا انه جانا في فتره شويه صعبه، نقولوا فتره كورونا. كيفاش كان الصالون، كيفاش كانت البدايه تاعو، كان مرافق له بروتوكول صحي؟ يعني كنتوا اكثر كما نقولوا حنايا حيطه اكثر من اليامات المقبل. هي احنا كي نشوفوا الجانب الناشر، جانب الناشر هو يهتم يعني بالجانب التجاري، لانه كما تشاهدون وتلاحظون يعني في الاونه الاخيره طغى الجانب المادي على نبالة المهنه. يعني الناشر ما اصبحش يعرض الكتاب من اجل العرض، بل اصبح يعرض الكتاب من اجل البيع، لانه لا غالب يعني الناشر الثاني يحتاج الى مداخيل من اجل الاستمرار. لكن انا ارى ان البروتوكول الصحي اللي فرضته وزاره الثقافه لم يكن مدروس، يعني رايي الشخصي، لانه عدم تواجد الطفل في مناسبه كما هذه يعني هو ظلم، ظلم كبير للاطفال. كما تعلمون عالميا انه الصالونات، صالون الكتاب هو يعني بالطفل بالدرجة الأولى من أجل تربية النشأة على القراءة. صحيح. إذا كان الطفل ممنوع أنه يدخل صالون الكتاب، الطفل يدير الكمامة، الطفل يدير رجال في يديه. يعني يعني أنا أتأسف أنهم منعوا الأطفال من دخول الصالون الوطني للكتاب. هذا الإجراء خلى الأولياء كي يلحقوا يخلي ولادهم برا ويدخلوا. يا اما يضطروا انهم يديوا ولادهم. انا شخصيا اسمحي لي، كانه برا ما فيش زحمه، كانه برا ما فيش اكتظاظ. فوالا، اذا كان تروحوا كاين حديقه التسليه بجانب صفاكس، تشوفوا طوابير تاع العائلات مع الاطفال تاعهم، يعني طوابير كبيره جدا وزحمه على حديقه التسليه. للأسف لم نرى هذه الطوابير على صالون الكتاب، وهذا أثر بالسلب. يعني أنا نقول دائما أنه القرار منع الطفل من زيارة الصالون يعني قرار جاحد شوية، يعني وأدى بالسلب على مردودية الصالون وعلى الإقبال على الصالون. لكن هذا ما حدش من عزيمة دور النشر أكيد اللي تستقطب الشباب وتحاول أنه تسلط الضوء على كل ما هو إبداع، كل ما هو كتابة أدب. نتحدث على دار النشر الرائد، مشاركتها في هذا الصالون واختيارها ربما للعناوين اللي شاركت من خلالها. ما لم تعلمه سيدي الكريم أنني انسحبت من الصالون بهذا السبب بالذات. لانه كما تعلمون سعر المتر المربع هو 3800 دينار. 3800 دينار يعني هو مبلغ يعني مهم بالنسبه للناشر، خاصه الناشر الناشئ، يعني اللي عنده من تواجد اقل من 5 سنوات. نقدر نقولوا حتى مؤسسات النشر الاخرى تعاني يعني ماديا. كاين الناس اضطرت انها تبيع العقارات نتاعها، كاين الناس اضطرت للتدين من البنوك من اجل تسديد يعني نفقات الكتاب.
انا نقول انا انسحبت يعني، كان من المفروض يوم الجمعه ادخل المعرض وحدوا لي جناح، لكن لما شفت الاقبال على الصالون ومنع الاطفال من دخول الصالون راح تكون يعني كما انا كما الناشرين الاخرين راح تكون دراسه جدوى السوق فاشله جدا. يعني راح يكون الدخول يعني كما عدم دخول ليه. انا يهمني جدا انه تكون تظاهره كما هذه فيها اقبال كبير، اقبال كبير من طرف القراء، حتى نشوفوا الصالون مكتظ يعني بالصحفيين بالناشرين بالموظفين اكثر من بالزوار. يعني كان الاقبال يعني قليل. ماذا عن الكتاب اللي يتعاملوا مع دار الرائد للنشرة؟ أنا الكتاب اللي بانسحابك أكيد أنه ضيعت عليهم فرصة مشاركة. لا ما ضيعتش عليهم فرصة، لأنهم هما أصلا كانوا معايا في الفكرة. أوكي. لأنك تدخل تظاهرة هو هما كمؤلفين يعني جزائريين. أنا لا أملك الكتاب التجاري، أنا أملك الكتاب الأدبي الكتاب الفني، عندي دي ليفغ داغ، عندي كتب في الأدب. إذا ما عنديش كتاب تجاري اللي يسمح لي أني ندخل به. تأكد سيدي الكريم كما قلت لك أنه الجانب المادي طغى على نبالة المهنة، أنه الناشر كي يدخل يدخل باش يدير سوق، باش يبيع الكتاب نتاعو، باش يسوق الكتاب نتاعو. إذا أنت تدخل وعلى بالك باللي ما كانش بيع وما كانش زوار يعني اللي يهتموا بهذا الجانب، يعني دخولك من عدمه كيف كيف يعني. يعني ما حبيتيش تشاركي بمجرد المشاركة فقط. المشاركة فقط. لكن بالعكس الكتب والعناوين اللي كنتوا حتشاركوا بهم في حال دخول. أنا عندي كتاب جميل جدا ونخليه مفاجأة للسيلة القادمة إن شاء الله، للدكتور محمد دمان دبيح. هو كتاب موجه للناشئة والأطفال، كتاب قمة يعني في قصص وعبرة. إذا عندنا كتاب ثاني في الاقتصاد الإسلامي، نخليه يعني نخلي المفاجآت والجديد للسيلة المقبلة إن شاء الله. لكن هذا ما يمنعش أنه كنت على اطلاع ربما بالصالون ولو من بعيد. طبعا كنت أزوره كل يوم يعني. أوكي. طبعا طبعا لازم نكون في قلب الحدث. بالنسبة للصالون يعني كيفاش تثمني مشاركة باقي دور النشرة؟ أنا نشوف أصدقائي من دور النشر معظمهم متدمر يعني. كاين اللي ندموا أنهم دخلوا، كاين اللي قال لي يعطيك صحة يعني جبتي روحك في الأول يعني. تسمى كل واحد كيفاش. وأنا نشكر المنظمة الوطنية لناشري الكتب اللي دارت هذه المبادرة، مع أنه عندي تحفظ لأنها عاملت كل الناشرين كيف كيف، ما عدا أعضاء المنظمة والمشاركين الناشرين المنتسبين للمنظمة دارت لهم تخفيضات. يعني أنا نشوف هذا ظلم بالنسبة للناشرين. كل عمل تخفيضات المنظمة عملت تخفيضات لكل منتسبين للمنظمة، الناشرين المنتسبين للمنظمة. أنا أظن أنه في ظل جائحة الكورونا، في ظل أنه الكتاب أكثر من سنة ونصف لم ينشط، كان من المفروض أنه يكون المعرض بالمجان للناشرين، يعني يقدموا لهم الأجنحة بالمجان. لأنه ما خدمناش، ما دخلناش، عندنا أكثر من أنا شخصيا أكثر من 11 شهر ما بعتش نسخة واحدة. يعني حتى كي توزع الكتب تاعك عند المكتبي وتروح للمكتبي يقول لك ما بعتش، تحب تدي سلعتك ديها. يعني احنا نديروا ديبوفونت كما يقولوا. اذا الكتاب طرحتوا انشغالكم لوزاره الثقافه؟ وزاره الثقافه هي طرحتوا الانشغالات. هذا هو المشكل. سيدي الكريم انا اطالب من هذا المنظم، من هذا المنبر رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون، نطالبوا انه لا قطاع واحد يعتني بالكتاب. انا نفضل انه عدة قطاعات تعني بالكتاب، التجارة، المالية، الثقافة، التعليم العالي، التربية والتعليم. يعني أنك تنسب الكتاب لقطاع واحد والقطاع هذاك ماديا يعني ما عندوش هذيك القوة، يعني ظلم للكتاب وإجحاد للكتاب. كما تلاحظوا احنا نقولوا الشعب لا يقرأ، ماذا تنتظر منه؟ إذا الدولة لم تساند ولم تدعم الكتاب في ظل جائحة الكورونا يكريوا لك الجناح ب 3800 دينار ويمنعوا الأطفال أنهم يدخلوا، هذه شوية صعبة على الناشر.
يعني تقبلها. يعني انا شويه جريئه لاني انا دخلت النشر مش باش ندير تجاره ولا نغنى، انا دخلت النشر حبا في المهنه لانني كنت مديره نشر سابقه في دار نشر عريقه. اذا حبيت من خلال هذيك الدار حبيت النشر، والنشر دخلته لانه عندي نشاط واحد اخر موازي، نشر حبيته باش ننشر الكلمه ونشجع الطفل والشاب. رئيس المنظمه لما استضفته انتم كان ضيف معنا في برنامجنا قال لك صناعه القارئ، هو مصطلح خاطئ، يعني احنا نقولوا خلق القارئ، لا نستطيع صناعه القارئ، هي خلق قارئ. خلق قارئ، ما معنى خلق قارئ؟ ربما هو قصد بحيث تكون صناعة بحيث نوفر الإمكانيات الضرورية كي نصنع جو ينشأ من خلاله قارئ. نحن نقول صناعة الكتاب وخلق القارئ. صحيح. خلق القارئ هذه هي أزمة الجزائري الفعلية. يعني إذا أردنا أن نعلم أطفالنا وننشئ جيل يقرأ فالقراءة تبدأ من البيوت. القراءة معدية كما هي السعادة والكآبة معدية. إذا دخلت للدار ولقيتي مكتبكي وحزينة وباباك كئيب، إذا أنت كطفل راح تكون كئيب، تدخل فرحان تولي كئيب. بالموازاة أستاذة، كيف يكون خلق الكاتب الحقيقي؟ الكاتب ولا الحقيقي؟ الكاتب الحقيقي. نكملوا القارئ لأنه هي سلسلة، هي سلسلة. الكاتب الذي لا يقرأ لا يستطيع أن يكون كاتب، لأنه كل من هب ودب أصبح اليوم يكتب للأسف. وكل ما هو يكتب ينشر للأسف الشديد. قلنا لأنه نبالة المهنة طغى عليها الجانب التجاري. إذن أولا خلق القارئ، قلنا كما القراءة الكآبة تعدي فإن القراءة أيضا معدية. نخلق من الطفل كي يشوف الأولياء نتاعو يقراو، إذا نخلق من طفل شغوف بحب القراءة. إذا من هذا الباب، من هذه النقطة بالذات، القراءة لا تبدأ في المدرسة وفي سن 8 سنوات، القراءة تبدأ في المنزل. الطفل كي يفتح عينيه على أم فاتحة كتاب، على مثلا زاوية للقراءة في المنزل، على أب يقرأ الجريدة، يعني الطفل من أول هدية ربما تقدم له في يوم عيد ميلاد. طبعا غابت الهدايا، غاب الكتاب من الهدايا، حتى بين الاطفال في عيد الميلاد زمان كنا نديو قصه وطرف صابونه ولا تشفاو معهم بشواره، دوكا تبدلت حتى الهدايا تبدلت، حتى المكتبه كانت ديكور في البيت، كنا كل بيت جزائري الا وعنده زاويه يزين بها الصالون وفيها كتب. عادي يقول لك نحي المكتبه سيدي موضي المكتبه، صح صح. دير لا تلفزيون تاعك في الحيط ونحي المابل تاع المكتبه لانها دي موضي. الكتاب ماهوش دي موضي الكتاب. لكن نشوفوا ثاني السيده مريم، انه هضرتي قلتي الكتاب ينحوا المكتبه في البيت الى غير ذلك، نشوفوا بلي الكتاب ولاو يشبحوا به فقط، ما يقراوهش، يعني يحطوا الكتاب فوق المائده ولا يديروا نرجعوا سبيسيال ليفغ. بصح نرجعوا دائما للقدوه، انك تعلمي الطفل لازم تكوني قدوه للطفل. التعليم بالقدوه هو الاساس. اذا كان المعلم في المدرسه، الاستاذ في المدرسه يكون قدوه للتلاميذ تاعو. احنا زمان كنا نقراو كان الاستاذ بكري كان يدخل معاه محفظه ودائما كتاب في يده. هذه الظاهره راحت، حتى الاستاذ اصبح لا يقرا، اصبح يقرا في مجال التخصص تاعو، وهذه لا تعتبر قراءه ومقروئية. سيدة مريم، من خلال زيارتك للصالون اللي مازال فعاليته حتى يوم السبت 20 مارس، هل كاين إصدارات يعني نالت إعجابك بما أنك في المجال؟ طبعا طبعا طبعا، أنا تستهويني الكتب التاريخية. الكتب في التاريخ يعني حتى أولادي، على قلت لك القراءة معدية، حتى أولادي يحبوا كتب تاع التاريخ. كي نمد لهم مثلا، ابني كان يقرأ في السنة 5 ابتدائي، جبت لخوه الكتاب الكبير، الكتاب تاع هتلر وستالين. إذا كان في هذيك السنة هتلر منعوه، لأنه منعوه ووقفوهن يعني في دار النشر اللي كنت نعمل فيها، وقفوه قال لك هذا الكتاب ممنوع. إبا أنا جبته للدار حطيته باش يقراه ولدي الكبير. إذا ولدي صغير كان سنة 5 ابتدائي، إحنا على طاولة الطعام كنا نهضروا على هتلر. ولدي الكبير قرا الكتاب وكان يهضر على هتلر. قالوا لا لا، ماشي هتلر هو السفاح. قالوا السفاح الحقيقي هو ستالين،
لانه كان نحسبوا العدد اللي قتلهم ستالين واللي قتلهم هتلر اكبر من هتلر. اذا قرا الكتابين ما شاء الله ما شاء الله قرا الكتابين يعني توجور انا نقول القراءه بالقدوه. كذلك تكلمتي عن الكتاب. الكتاب انا نقول صناعه المؤلف هي اولا خلق مؤلف ليست صناعه، خلق مؤلف جيد ومضمون جيد هي تبدا من القراءه من الصغر. يعني الانسان الذي يقرا يكتسب مفردات، يكتسب افكار، يكتسب اراء، توجهات، ارتجال. اذا من هذه الامور نستطيع ان نكتب. اذا واحد ما قراش كتاب، ما قراش من 10 كتب. وكي نقولوا القراءه والمطالعه لازم كل التخصصات، يعني ماشي نقرا في القانون في التاريخ، اذا كاين الادب، كاين الثقافه العامه، كاين السلاسل العلميه، كاين بزاف امور نقرا فيها. السيده مريم كنت تكلمت معك قبل ما ندخلوا البلاطو فيما يخص ثقافه البيع بالتوقيع، كنت تفضلي ان تسميها اسم واحد اخر. انا نفضل انه نسميوها الاهداء بالتوقيع. يعني انا قلت لك توجور 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 نرجعوا انه الجانب التجاري والمادي طغى على نبالة المهنة. انا نقول المؤلف لازم دار النشر ما ديرش بيع بالتوقيع، هذاك يسميوه بيع انتهى، هذيك عملية تجارية، لكن الاهداء بالتوقيع قال توقيع يكون عنده اثر. قال عندي 50 نسخة هدية من الدار بالمشاركة مع المؤلف للقراء لمتتبعين هذاك المؤلف يهديوا له بالتوقيع. اذا 50 النسخه الاولى تكون اهداء بالتوقيع والباقي يباع. يعني 50 نسخه يظهر لي ما تاثرش يعني ولا اهديناها. احنا اصلا احنا كل يوم وين نروحوا نتنقلوا بالكتب يعني ونهديوهم. اذا انا ضد فكره البيع بالتوقيع، انا مع فكره الاهداء بالتوقيع. واجمل هديه هي حضورك معنا في برنامجنا الصباحي. عندي موضوع فقط على السريع. على السريع طبعا انه المؤلفين اللي يبعثوا لي، يعني يبعثوا لي بزاف في الماسنجر في فيسبوك كذا، حبيت نوجه لهم رساله مباشره. انا نقول لهذا الشباب اللي يحبوا يالفوا ويحبوا ينشروا، انا نقول لهم اذا حبيت تنشر اولا اقرا، ثانيا الطباعه على الحساب الخاص لا تعني الدار بشيء. من المفروض عندما تطبع كتابك باموالك الخاصه ممنوع على دار النشر انها تحط اللوجو تاعها، لانها راح تدير اشهار نفسها بالمجان، لانك طبعته باموالك الخاصه. لياس بيان تقدر تتوجه انت الى المكتبه الوطنيه يعطيو لك لياس بيان تاع الكتاب نتاعك وتطبعه في المطبعه، ماشي شرط تروح للناشر، تقدر تتوجه للمطبعه. راهم يغلطوا فيكم لانهم عندنا ناشرين تجار بدون ضمير، ما يوجهوش توجيه صحيح للمؤلف ويبقى في رحله البحث في دائره مغلقه عن ناشر يقبل له الكتاب تاعه. انا نقول لك ما دامك راح تطبع باموالك الخاصه توجه مباشره الى مطبعه، اتفق معها على المبلغ وجيك تكلفه اقل، ومن بعد روح المكتبه الوطنيه يعطيك لياس بيان. شكرا لك على المعلومه اللي كتبتي بها كثير من شباب واستفدنا من خلال تواجدك معنا، نورتينا. شكرا لك سيده مريم. شكرا. كلمه اخيره، انا اطلب من كل المشاهدين والمستمعين ان يكون لهم خير في محطتنا الصحيه، لكن بعد ما نشوف الطبق الرئيس وطريق تحضيره من شيف حسين. نعم اليوم ما قلنا خيرنا لهم، قلنا القاضي وجماعته. القاضي وجماعته راه حضر معنا اليوم. نعم، هو المكونات اللي فيه سهله جدا متواجده في كل بيت، لكن كاين قلنا تختلف الوصفه من بيت لبيت من مدينه لمدينه، لانه كاين الناس يحبوها يعني مرق ابيض، يعني اذا كان مرق ابيض نحيو هذا العكري ونحيو الطبق المصبرة معروفين، لكن اذا ما كانش يعني حبوها ما بيضاء، يعني هذه هي هذوما مكونات نفسها يعني ما فيهاش تغيير، اللي هو يعني لاباز تاع الدجاج ومع البيض ولا اللحم مع البيض والحميصه لازم تكون واجده. قبل ما نبداو واش نديروا؟ عندنا هنايا سمن ولا زبده ولا مرقارين نديروها هنايا، نخلطوها مع الزيت. هذو الحوايج الاولين نقلوها نديروهم يتقلاو. هذه اللي نقليو بها. نقليو بها نعم، نديروا شويه زيت. تبدا تقلي البصل ولا الدجاج؟ الدجاج. اوكي. الدجاج باش يعطيني اللون، يعني الدجاج هذا نسي كيفاش نحمروه شويه يعطينا واحد اللون هكذا يتحمر شويه وبارك هذا هو. من بعد باش ترمي له نرمي له البصل ونزيد له الثوم. نعم. اوكي. نديروا هنايا شويه ملح. نملحوا. نملحوا. نعم. نديروا شويه فلفل كحل.
يعني لي زيفيس ديرهم قبل البصل. اه يديروا هكذا باش يتحمر معاهم برك هكذا باش يشرب يشرب يعني التوابل هذوك. اوكي نديروا هنايا هذاك شنو؟ شويه راس الحانوت الابيض. راس الحانوت الابيض بيض. ما حبيتش نكثر الاحمر بزاف لانه عندي العكري. نعم لانه يعرفوا المشاهدين ان يعني كيروحوا عند اللي يبيع يعني البهارات يقدر يطلب ابيض احمر اي لون يحبوا. هذا خلوه شويه نديروه. هنا دوكا نبداو نديروا الثوم تاعنا. معليش درك التوابل ولاو يسهلوا لاقصى درجه للسيده، يعني حضروا لها تشكيل التوابل اللي تحب. توابل الروز تلقى توابل الروز. نعم توابل طعام كسكس توابل كسكس. مازال غير توابل القاضي وجماعته مازال ما شكلوش. ما شكلوهم لانهم كاين لا كاين اطباق. ما تقوليش كاين تاع القاضي وجماعته. لا ماشي كاين القاضي وجماعته. كاين تاع مثوم. شفت تاع مثوم؟ شفت تاع بكبوكه؟ شفت تاع شطيط حاجات؟ شفت تاع شطيط حال لحم؟ شفت تاع شطيط حال كبده؟ كبده مشرمله توابل ديريها سبيسيال كبده مشرمله. والله واش نقول لك، يعني التوابل هي الاحسن شيء احسن شيء احسن شيء احسن شيء. يعني وكاين خاطر كاين توابل كاين مثلا كاين انا توابل ما نحبهمش يكونوا في هذيك الماكله ما اذا كانوا ما ناكلهمش مثلا. وكاين ميم حتى الكميه كاين حاجه تحب تطلب تكون تطغى على لها على حد وحده. نعم كاين حاجه معروفه يعني مثلا كيما نقولوا كيروحوا نطيبوا مثلا كيما شبح السفره ولا مثلا حمله حلو ولا عباك اللي ما فيهش توابل معروف. في عود قرفه عود. نعم كاين اللي يديروا نجمه الارض هذيك اليانسون هذاك. كل واحد كيفاش يدير له يعني تختلف يعني وصفه لوصفه. قلنا من البيت للبيت تختلف. صح. يعني ما نختار الوصفات هذو يرانا نديروهم يعني كل مره كيفاش يختلفوا يعني. الطرشي هذا تمسك به برك. مش طرشي هذا حار. هذا حار. فلفل حار. فلفل حار. طرشي حار ولا طرشي حار؟ نسموه طرشي. لا طرشي حار. طرشي. لا اذا طرشي حار تمسك به برك. هذا تمسك به. دوك انايا هنايا في وشنو الطبق تاعنا هذا كيفاش يكون؟ هنايا نسيو كيفاش نطيبهم مليح الدجاج هذا. لازم يطيب حتى نشوفوا خلاص بدا يذوب. بدا ماشي بدا يذوب يعني يعطينا اللون هذاك تاع اللي قاسته يعني طياب. قاسته طياب. من بعد باش نديروا تما نمرق وندير الحميصه تاعي ونخليه يطيب بعقله. اون فوا كيطيب لي الدجاج نسي بون. نحب اذا كان نحب نقدمه في هذا الطبق هكذا كامل يعني كاين هو وكاين يحبوا يديروا فيه الطاجين هذاك طاجين طياب هذاك يطيبوا فيه يفقصوا البيض مباشره لداخل. سينو ينحيوا الدجاج يصفيوا الدجاج ينفخوا البيض تاعهم باش كيكون باش يقدموه في صحن التقديم يكون. وكان نحيوا هذا. ايه نحيوا هذا. بون خلينا لي زيفيس يتبدلوا. يولي شتت حجاج. يولي شتت حجاج. نعم صح. نعم برك لي زيفيس يتبدلوا. ولو كان نحيوا الحميصه حجاج نديروا فيها كمون. ولو كان نحيوا الحميصه يولي دجاج طايبون صوص روج يعني هكذا يجي بصلصه يعني دجاج بصلصه. خلينا نرجعوا للقاضي وجماعته خير ولي يفصل. هو يفصل بيد الله. يا خلاص اوكي برافو عليك. هنا نشوفوا في الحلوه راهي مصبه رشراش. ايه درت لها مازال ما طاحش الرشراش. الرشراش ما صفش عليها رشراش. حيت على بالك لازم يتجمد. صح حنا نعرفوا باللي الثلج باش نبداو نطيحوا في الثلج. عرفتي اصل التسميه اكرام صبه رشراش؟ يعني الثلج يبدا يطيح في الصب. هذاك هو دوك انا درت له ويتجمد. كي يتجمد نبداو نرشوه للفوق ان شاء الله وندخلوه مباشره للفرن. يعني ما راح يطيب هكذا كلش كامل يطيب مع بعضه. نعم وتجي هي برك بالمعجون تاع المشمش ولا تجي بمعجون واحد اخر؟ لا تقدر ديرها بصح بالمعجون تاع المشمش احلى. صح صح نعم في حلاوه صح. نوستالجيا الزمن الجميل. عفوا نمط غذائي كما ذكرت منذ قليل خاص بالجزائر وفي بعض الدول من المغرب العربي. ما نظنش انه كل بلدان المغرب العربي كما المغرب وتونس ياكلوا كح يملحوا ياكلوا مالح الصباح. الجزائر فقط نظن هي اللي في دول المغرب العربي. الجزائر في المغرب العربي. نعم غير الجزائر باسكو انا كنت نسافر للمغرب ابا كنت كي الصباح بتبدا الصباح يكون فيه نشوفوا انا متغير في حتى اجبان في اجبان في عسل في بيض زيت زيتون ما يجي نص طياب يجي في هكذا. نعم لكن نحطوا هذاك الباتي شويه خيار شويه لانه صرنا نسالوا نبحثوا ونسقسيوا اخصائيين في التغذيه وحتى الاطباء. حاضر معنا طبيب نقول له صباح الخير. طبيب عبد الرحمن محمدي لو حاضر معنا اليوم مرحبا بك دكتور. شكرا اللي حيضرنا على الموضوع النظام الغذائي السليم عند الجزائري كيفيه ثاني تقسيم الوجبات كذلك لطفي. مرحبا بك دكتور صباح الخير. شكرا لك. صباح الخير طبيب. شكرا راحين نتكلموا اكثر في الموضوع. خلينا نسقسيو عليه نجمعوا معاه شويه. لاباس الحمد لله وخا راني لاباس
هو ما يحبش يكثر الهضره، يهضرنا غير على الموضوع. دونك نهضروا اكثر في الموضوع، راح نسقسيوا عليه اكثر، دونك نقصروا معاه اكثر. انه تقسيم الغذاء يختلف عن باقي الدول. انا اليوم مثلا دكتور كاين الصباح زوج حبات كرواسون عندي دائما نشريهم 1500 3000، والقهوه حليب 3000، يعني لا 2000 فرق قهوه حليب صافي 5000 صباح كل يوم صباح عندي كرواسون قهوه حليب، هذه صباح. مع الغداء لحسن الحظ انه عندنا صباح الشروق، يعني كي تخلص البرنامج ناكلوا هذيك شويه. وشنو الغداء يكون شويه بكري مالا؟ هذاك هو الغداء تاعي، انا ما نتغداش، انا ناكل الغداء تاعي. نعم، هذا السلوك يدخل ضمن السلوكيات الخاطئه اللي تتبعها خاطئه جدا. اي مواطن جزائري، يعني لما نتكلموا على جسم الانسان عنده احتياجات باش يؤدي الوظائف تاعو الحيويه على اكمل وجه، دونك لازم له احتياجات غذائيه، دونك لازم له طاقه باش يقدر يؤدي الوظائف الفيزيولوجيه او الحيويه، يقدر حتى وظيفه التنفس تحتاج طاقه من جسم الانسان. كل شخص عنده نسبه معينه او كميه معينه من السعرات الحراريه اللي يحتاجها في اليوم، يعني احتياجات تاع الشخص من السعرات الحراريه باش يؤدي الوظائف تاعو جسمه باش يؤدي الوظائف تاعو تختلف من شخص الى شخص، تختلف من جنس الى جنس، تختلف حسب طبيعه الشخص، حسب وزن الشخص، حسب المجهود اللي يقوم به الشخص خلال اليوم. مثلا شخص لما يكون بدين يوزن 100 كيلو ولا اكثر ويقوم بمجهود ايضا كبير، دونك الاحتياجات تاعو من الطاقه راح تكون اكثر من احتياجات شخص عادي في 70 كيلو غرام. احتياجات تاع الرجل اكثر من احتياجات المراه في بعض الحالات، وفي بعض الحالات العكس. دونك الاحتياجات الغذائيه تختلف من شخص الى شخص. هذه الاحتياجات الغذائيه او الكالوريين اللي نجيبوهم المصدر تاعهم هو من التغذيه. التغذيه للاسف كما هو معلوم مواطن جزائري عنده نظام غذائي وسلوكيات خاطئه تماما يتبعها في هذا المسألة، وهذا هو السبب لظهور الكثير من الامراض. ظهور الامراض او المرض سببان رئيسيان عنده، سببان رئيسيان هما العوز او نقص المغذيات، والسبب الثاني الرئيسي هو لا توكسيسيتي السميه. دونك هذا السببان الرئيسيين يعملان من خلال 6 مجالات في الحياه اليوميه. دونك من خلال هذه المجالات الانسان ممكن يتجنب المرض، ممكن يكون في صحه جيده. اول هذه المجالات والمجال الرئيسي اللي نتكلموا عليه هو مجال التغذيه. يعني الانسان لما يتابع نظام غذائي معتدل وياكل وينظم الوجبه تاعو ويعرف واش ياكل واش ما ياكلش راح يتجنب المرض ويخلي الخلايا تاعو تعمل بشكل جيد ويفيتي هذاك خلال عمل الخلايا اللي يكون من خلال هذين السببين. كاين ثاني دكتور تكلمت لنا على شخص البدين والناحف، كاين بالنسبه للاشخاص ولا الشخص الناحف يكون عنده اكثر من 4 وجبات في النهار، ينصحوه الناس يقولوا له كل اكثر من 4 وجبات في النهار باش تسمان يعني وباش يكون عندك شويه القوه، اسكو هذا السلوك خاطئ ولا لازم ياكل 3 وجبات ومتكامله كما نقولوا؟ نعم، هناك سلوكات خاطئة من ضمنها هذه وأفكار مغلوطة وخاطئة. يعني الشخص لما نعطيه مثال أنه شخص في وزن 70 كيلوغرام وعنده احتياجات اليومية يحتاج مثلا 2400 كيلو كالوري، دونك هذا الشخص اذا حب يزيد في الميزان دونك لازم السعرات الحراريه اللي تجيه من الاغذيه تكون المجموع تاعها يتجاوز 2400 كيلو كالوري، واذا كان حاب ينحف وينقص دونك السعرات الحراريه لازم ما توصلش 200، تكون اقل من 2400 او تكون تساوي اقل 2400 كيلو كالوري. لكن باش نحسبوا السعرات الحراريه للشخص لازم كل واحد فينا يكون عنده ادنى اطلاع ادنى معرفه كيفاش يحسب السعرات الحراريه اللي يحتاجها خلال اليوم خاصة به، دونك حسب الميزان تاعو، حسب الوزن تاعو عفوا، حسب السن تاعو، حسب المجهود اللي يقوم به. دونك انسان شخصين في نفس السن وفي نفس الجنس وفي نفس الوزن، لكن واحد يقوم بايفور والعمل تاعو يكون فيه جهد وواحد ما يدير حتى ايفور، تختلف الاحتياجات تاعهم بين هذا الشخص وهذا الشخص. دونك كل واحد يعرف، يكون الانسان طبيب نفسه. الشخص لازم يتعرف على جسمه، يتعرف على جسمه ويتعود انه يعرف جسمه. لكن احنا كجزائريين تعودنا على نمط غذائي منذ الصغر، يعني احنا الجزائريين ملي كنا صغار متعودين صباح كي نوضوا نشربوا قهوه حليب مع حاجه حلوه.
نعم، النظمه الغذائي هذا للمواطن الجزائري هو اللي خلى العديد من الامراض تظهر، وهو اللي خلى نقص المغذيات والفيتامينات اللي يعاني منها الجسم الانسان، هو اللي خلى السميه تاع الاخر تزيد، وهو اللي خلى الخلل في عمل الخلايا يحدث، وهو اللي ادى به الى المرض. هذا النظام الغذائي فقير جدا من ناحيه المغذيات. نعطيك مثال، المواطن الجزائري اللي صباح يسقى قهوه بقهوه حليب تاع شكاره، وياكل مقارون، وياكل مصبرات، وياكل العجائن، ياكل الاغذيه اللي ما عندها حتى فايده. لا هذا المواطن الجزائري ناكلوا الحلو، كيفاش حبيت ما يكونش عنده نقص في المغذيات؟ حنا موالفين ناكلوا الحلو صباح، حنا الجزائريين ناكلوا معجون مقلاوه بالخبز ولا هو سلوك خاطئ. يعني نعطيك مثال، انه الشخص لما ياكل وجبه حلوه صباح واش راح دير له في الجسم الانسان؟ هذا مثال فقط، راح تطلع نسبه كبيره من الهرمون الانسولين، انه باش تعدل نسبه السكر في الدم، هذاك النسبه كبيره من الهرمون الانسولين اللي يطلع راح يؤدي الى عكس واش لازم يحدث، دونك راح يهبط وظيفته، راح يهبط نسبة السكري في الدم، والإنسان بعدها ساعات يحس بالفشل ويحس روحه عيان، ما يقدرش يكمل لاجورني تاعو، ياكل حاجة حلوة صباح، دونك من الأفضل يتناول البروتينات مع الصباح باش يحس بالشبع، ومن الأفضل يفراكسوني الوجبات تاعو، يعني ما يبقاش جيعان جيعان حتى للوحدة ومن بعد يفطر ومن بعد حتى لليل 10 تاع الليل، دونك لازم يقسم الوجبات تاعو. وبالنسبة دكتور اللي ياكلوا البيض مع الصباح والخضار كيما الخيار الطماطم إلى غير ذلك؟ هذا يدخل من ضمن أحسن الأنظمة الغذائية، أنك تتناول كمية الخضار والألياف في الصباح وكميه من البروتينات حتى تحس بالشبع الى غايه وجبه الافطار، وماكش حتاثر على الخلايا تاع الجسم تاعك بتجنبها السميه، السميه تاع الخلايا والتوكسيسيتي راح تحدث نتيجه استهلاك الكميات الكبيره من السكريات. دونك السكريات سي اي في تي في الصباح. هذا مثال. وبالنسبه للوجبات نتاعنا والغذاء نتاعنا وطريقه تحضيره والمقادير اللي نستعملوها فيه ايضا. احنا نعتمدوا بزاف على الزيوت، نعتمدوا بزاف على الليدان، وللاسف الزيوت اللي نعتمدوا عليها هي الزيوت المهدرجه، دونك الزيوت اللي اثبت العلم والدراسات انها تتسبب في الكثير من انواع السرطانات للاسف، وحنا ممكن نواصلوا في الاستهلاك تاعها دون ادرى درايه. الزيوت الطبيعيه، زيت الزيتون الطبيعي، هذا ننصحوا المواطن باش يستهلكوا، لكن الزيوت النباتيه المهدرجه والمارغارين تو اي في تي، دونك كما قلت لكم المواطن الجزائري يستهلك المارغارين والمقارون والقهوه مع صباح كامل وهذه الزيوت، كيفاش حبيت ما يكونش عنده نقص في المغذيات، كيفاش ما يكونش عنده نقص في المغنيسيوم، كيفاش ما يكونش عنده نقص في البوتاسيوم، كيفاش يكون ما عندوش نقص في الاخر، دونك لازم نسلطوا الضوء على النظام الغذائي باش نيفيتيو الامراض. مثلا الانسان اللي يكون يعاني من الفشل وعنده خباط في قلبه ويكون يعاني من فقر الدم، لو كان نجو ننظروا من ناحيه طبيه انه هذا ناتج عن عوز في الحديد او عوز في فيتامين بي 12 اللي يجي من التغذيه، دونك الانسان هذا كيجيني كطبيب ونعطي له الدواء تاعو ونداويه ونداوي له فقر الدم، بعد اشهر يعاود يولي لي بنفس السبب، يعاود يولي يدير عوز في الحديد وحينتج عنده فقر الدم، ثم نبقاو ندورو في حلقه مفرغه، لازم الانسان ننصحو باش يحسن النظام الغذائي تاعو، ننصحو باش ياكل يستهلك اغذيه غنيه بالحديد، الاغذيه النباتيه غنيه بالحديد يستهلك معها الفيتامين سي، يحسن النظام الغذائي تاعو باش ما يكونش عنده عوز في الحديد وماهوش ويبقى الهيموغلوبين تاعو طالع وما يديرلناش فقر الدم مره ثانيه. ممكن نعالجوا فقر الدم لكن ننصحوه باش يتحسن النظام الغذائي تاعو. قلت ياكل الحديد ياكل معه فيتامين سي. نعم، الحديد النباتي، الحديد اللي يكون المصدر تاعو نباتي في الاغذيه النباتيه لازم فيتامين سي باش يمتصوا الجسم احسن، يساعد في امتصاص الحديد في جسم الانسان. اوكي، اذا كاين اغذيه تمشي مع اغذيه واغذيه العكس. بطبيعه الحال، دونك الانسان لازم يتبع اخصائي في التغذيه باش يقول له التغذيه الاغذيه اللي تتماشى مع بعض، لانك لما تستهلك غذاء على املا منك انه هذا الغذاء يحتوي على مغذيات مثلا الحديد بشكل كبير، وانت ماكش تستهلك معه او تستهلك معه غذاء اخر اللي يعطل امتصاص الحديد، ما راك دير والو. دونك لازم الانسان تكون عنده ثقافه في الغذاء، يعرف واش ياكل ويعرف واش يستهلك. كاين ثاني دكتور، الاكل في الساعات المتاخره جدا من الليل يقول لك هو اخطر يعني بكثير من كامل الاكلات اللي ندوهم بالك ميم غير صحيه في النهار، يكون خطير في النظام الغذائي اللي ناخذه ولو كان صحي، يعني في ساعات متاخره من الليل كما قلت 12 تاع الليل 1 تاع الصباح. كاين بزاف الناس ينوضوا ياكلوا.
حقيقة الأكل في الليل هو ايفيتي، لكن في بعض الحالات الإنسان يحتاج أنه يأكل في الليل بعض الأغذية اللي ما يأكلش جميع الأغذية، ومشي كل الأغذية منصوح بها. مثلا عند السبورتيف واللي يديروا سبور وكامل يستهلكون، دونك الأجبان منصوح لهم يستهلكوها في الليل هذاك 11 تاع الليل 12 تاع الليل، يدخل هذا ضمن نظام غذائي خاص بهم. كل واحد عنده نظام غذائي خاص به، يديروا أخصائي التغذية للشخص حسب السن تاعو والوزن تاعو والآخر. وأفضل نظام غذائي هو اللي يعتمد على تقسيم الوجبات خلال اليوم، يعني عندك وجبة في الصباح، عندك وجبة على وجبة الفطور وجبة العشاء، وبينهم تكون كاينة كولاسيون على العشرة، وتكون على ثلاثة العشية، وتكون على الخمسة العشية. دونك هكذا نقسموا الوجبات، وتكون غنية بالمغذيات والبروتينات اللي يحتاجها جسم الإنسان، وتكون بعيد نبعدوا على الأمور اللي ممكن خرجت الثانية دكتور ثقافة في الجزائر، خرجت غير كيما ثقافة لي برانش هذوك اللي يديروهم بين وجبة ووجبة، منصوح بهم ولا غير منصوح بهم؟ وي لي كولاسيون اللي تكون زعما وجبة تكون في الصباح ووجبة على الواحدة، تكون بيناتهم كولاسيون على العشرة، باش نخليو الجسم ما يعانيش من نقص، ما يفشلش وما يعانيش من نقص المغذيات وهبوط نسبة السكر في الدم وغيرها. أوكي. اختزال لهذا الموضوع، وش هي أبرز النصائح اللي نقدر نفيدو من خلال الجمهور؟ أبرز النصائح هي أن النظام الغذائي المتوازن والصحي ضروري جدا باش الإنسان يقدر يؤدي الوظائف تاعو في حياته اليومية، والجسم تاعو يقدر يؤدي الوظائف البيولوجية تاعو اللي خلق لأجلها، والخلايا تاعو تتجنب الأمراض، وهو يتجنب بشكل عام الأمراض. أو دونك النظام الغذائي الصحي اللي لازم يتبعه المواطن الجزائري لازم يكون من طرف اخصائي في التغذيه، يعني ماشي انت تاكل وخلاص، لانه كاين اغذيه كما سبق ذكرنا ما تتماشاش مع اغذيه، كاين اغذيه اللي راح تنقص في الميزان للشخص اللي ما لازمش ينقص في الميزان، كاين اغذيه راح تزيد في الميزان، وكاين اغذيه اللي ايفيتي ابسوليمون مثل المشروبات الغازيه وغيرها. دوك يعني هناك نصائح عامه، انا في كل مره في صفحه الفيسبوك ننشر الاغذيه اللي لازم يتبعوها، ننشر النصائح مثلا على الزيوت المهدرجه ودراسه الجديدة اللي أكدت أنها مسرطنة وغيرها. دونك كاين إجراءات نلعبوا على تقدير الوقت تناول الوجبات ولا على الكمية ولا على النوعية؟ تناول الوجبة لازم يكون الكمية النوعية والوقت، لازم الإنسان يأخذ كل وقته باش يتناول يمضغ باش الهضم يكون جيد، وما لازمش يأكل بزاف سي بور سي فراكسيوني. احنا هضمناهم افكارك، شكرا لك، وكل المعلومات اللي مديتها لنا استفدنا من خلالها. يعطيك الصحه دكتور. شكرا، شكرا لطفي بركة. شكرا لك دكتور، واستفدنا كما قال لك لطفي من النصائح تاعك كما كل مره نستفادوا منها. كاين برك واحد المواطنه هضرت في التقرير على لي باتيسري ولي غاتو، واقيلا اليوم ناكلوا باتيسري تاع رضوان كسراوي زميلنا اليوم عيد ميلاد تاعو، قولوا له سنين دائما ان شاء الله. هابي بيرثداي، ما جيتش في وقتك يعني، كان نحكيو على الغذاء الصحي جبتوا لنا الكاطو. جبنا كاطو صحي معليش. رحنا ياسمين عماري، ياسمين عماري. اذا ياسمين عماري الفنانه اللي تأدي كثير من الطبوع بصوتها المتميز، مساحه صوتها اللي تخليها تأدي كل الطبوع الجزائريه. اذا للاسف غادرتنا ريم غزالي، نترحموا على روحها، نعزي أنفسنا كجزائريين، ونعزي كل تعزينا الخالصة إلى كل الأسرة الفنية بهذا الخبر. نذكر فقط أنه راح يتم إجلاء جثمانها إن شاء الله يا رب راح يلحق اليوم، وراح يتم دفنها بمقبرة زيرالدا. إذا كل الناس اللي يحبوا يحضروا مراسيم الدفن، من المفروض اليوم راح يلحق جثمان الفقيدة، ترحموا على روحها. إذا عاد نرحبوا بكل من ينضم والتحق بنا في هذا الصباح. صحة قيوتكم، كاين بزاف ناس اللي يسهروا خصوصا الشباب والأطفال اللي راهم في عطلة، للأسف متعودين على سهر الليالي، هذا هو من صحة صحون، قولوا لهم صحة النوم، إن شاء الله تقضي وقت ممتع أنتم مشاهدينا معنا، وكل ما اخترنا لنهار اليوم من فقرات متنوعة ومتميزة. المطبخ مازال مكمل مع سفير المطبخ الجزائري اللي رايح يحرك المربيطة مش كثير فيها أو يحرك يدير في انتظار حضور محطتنا الموالية لتهتم بكل ما هو رياضة. مشاهدينا سلمى ونادو نوليو خليلة فارقتنا غزال في الجزائر، الله يرحمك في رحمته يا حبيبتي يا ريم. ما فارقتني الابتسامة لأنه بعرف أنه الله أكرم وأرحم واختار لك الأحسن.
ادعوا لها بالرحمة وادعوا لها بالأشياء الطيبة والحلوة، طالما هيك دعيتوا لها كثير. أنا متأكدة إنه ربنا رح يعطيها هيك أشياء كثير حلوة وطيبة. أنا عندي هيك قلبي مهنيني إنه شيء طيبة كويسة. الله يصبر ماما يعطيهم القوة. الحمد لله يا رب، الحمد لله على رحمتك يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله يرحمك برحمته يا ريم. يا غزالة I will miss you my cougar. إن الله وإنا إليه راجعون. يعني كما قلت أنت كريم ألاوي الكوغاج باش دير هذا الفيديو، ونتمنى إن شاء الله تكون من أهل الجنة. ريم غزالي هي فنانة محبوبة وكثير المتابعين تاعها يحبوها وكثير المقربين تاعها يحبوها، حتى يعني المقربين تاعها تكلموا قالوا باللي أنه الفنانة ستدفن هنا في الجزائر. هي كانت غايبة الجزائر، راح تكون جنازتها هنا في الجزائر. بالك كثير محبين حيشاركوا الجنازة تاعها. إنا لله وإنا إليه راجعون. بالك كثير منا تلقى الصدمة هذه تاع فنانة تاعنا، لكن بالك المرض تاعها كان الصدمة الأكبر لينا، وإحنا على بالنا كانت بالك عانت كثير من المرض تاعها. حتى زوجها يعني دار نشر صوره وتكلم على حبيبه قلبه وقال بلي انه ربي يرحمها ان شاء الله هي حبيبه قلبي. الصوره اللي انا نشوفه فيها على البوست تاعو على الفيسبوك اللي نشر الصوره تاعها. بالك قلت لك الخبر اكرام كان بالك مليح صادم ومليح لكثير من الناس، باسكو كانت تعاني كثير، كانت تعاني بالمرض سرطان اللي كان مصيبها في الراس. لا على بها بالك المقربين تاعها يعني جاهم الخبر يعني أعلنوا الخبر بابتسامة كما أعلنت سلمى غزالي اللي قالت أنها يعني مهنية أنه تشوف خطها راهي مهنية دوكا، وبالك مسكينة المعاناة اللي عانتهم عامين هكا كريم، عامين من السرطان هذا، كانت يعني تعبت نفسيا اكثر ما هو جسديا. جسديا فوالا. انا لله وانا اليه راجعون ان شاء الله. نبدا اخبارنا الرياضيه اكرام، والبدايه راح نعاود الاخبار الرياضيه، والبدايه راح تكون بخير الدين زتشي ورئيس الاتحاديه الجزائريه المسؤول الاول على دالي ابراهيم، اللي صرح من تلمسان يعني من اجل الوقوف على مشروع مركزي التقني الجهوي في ولايه تلمسان، صرح انه سافصل في ترشحي لخلافه نفسي قريبا. يعني قال لم ينفي ولم يعني صرح انه يرشح نفسه الى رئاسه للعهده الجديده فوالا الانتخابات اللي احتصرها في افريل الجاي. حنشوفوا خير الدين زتشي قال بلي انه ترشحي من عدمه لم يتضح بعد، وساعلن عن قراري في ايام القليله القادمه. يعني سيعلن اسكو راح يترشحنا. شفنا كثير بالك من الباب اللي راهي صاريه في دالي ابراهيم وفي الاتحاديه، وثانيك بين يعني الخلاف اللي راهو صاري بين الوزاره وخير الدين زتشي. يعني حديث ساعه راهو خير الدين زتشي. حديث ساعه فوالا خير الدين زتشي. بين الترشح تاعو والقضايا والترشح تاعو ثانيك في يعني اللي اخذ مجلس في الكاف، اللي اخذ مقعد في الكاف. احنا قال بلي انه سارفع دعوه قضائيه ضد المجهول الذي سرب المعلومه العقوبه التي تعرضت لها في 2016. هو قال بلي انه احد ما سرب المعلومه العقوبه اللي كانت تاعو في 2016 وبعثها للفيفا، وقال بلي انه خير الدين زتشي، وقال هذا المجهول اللي بعث هو ما يكون الا من الجزائر، وقال الاتحاديه الجزائريه سترفع دعوى قضائيه ضد هذا المجهول لتعرف على هويه هذا الشخص من ساهم في تسريب هذه المعلومه التي تسببت في رفض ملفي في المره الاولى من طرف الفيفا، سيتم كشفه بعد تحقيقات العداله. يعني تصريحات فوالا الخلافات كثيره اللي صاريه. وقال انه بالك الترشح تاعو يا اخي شفنا الدقائق الاخيره الترشح بعد اعلن انسحابه في الانتخابات. قال انا لن اترشح. الجزائر ستفوز قاريا ودوليا. قال انه الجزائر ستفوز قاريا ودوليا بعدم ترشحي لمقعد في الكاف. يعني بالك احنا ما نقدروش نقولوا الجزائر لم تفوز
تونس، لكن الجزائر بدون رئيس في الكاف بلك حتكون كولسه. احنا نعرفوا الكولسه في افريقيا ونعرفوا ما يجرى وراء الستار. احنا لازم يكون واحد يمثل الجزائر فوالا ويديفوندي على الجزائر وحق الجزائر. وحنا مقبلين على كاس امم افريقيا ومقبلين على كاس العالم 2022 في قطر. لازم احسن تمثيل فوالا. احنا على بالنا الكولسه في افريقيا يا كرام، على بالنا كومون سباس في افريقيا. احنا نتمناو مع كاس العالم 2022 بلك احنا نلقاو شويه صعوبات، لكن ثقتنا في منتخبنا الوطني وثقتنا في مدربنا جبل من الماضي. وبحديث على منتخبنا الوطني نروحوا الان الى لاعبين منتخبنا الوطني، وكثير من الانباء اللي تخرج انه رياض محرز لن يتم استدعائه في معسكر الجديد. كثير من اللاعبين الانجليز لرحم محشي يتم استدعائهم، لانه الفيفا سمحت يعني لرؤساء الانديه قرار يعني لاجل كورونا، سمحت الفيفا للانديه باتخاذ القرار هل يتم تسريح اللاعبين لكاس امم افريقيا ولانديه لمنتخباتهم. هذه الحادثه لكثير من الرؤساء الفرنسيين وانجلترا، الدوله منعت انه يسافروا اللاعبين الى خارج الوطن. يعني من اجل فيروس كورونا المتحور فوالا اكرام، من اجل فيروس كورونا المتحور انجلترا منعت كل لاعبين يغادروا البلد انجلترا. هنا ما حش نشوفوا رياض محرز، ما حش نشوفوا سعيد بالرحمه، كثير من اللاعبين الجزائريين اللي نشطوا في البطوله الانجليزيه ما راحش نشوفوهم مع منتخبنا الوطني. النجم الاول رياض محرز قائد منتخبنا الوطني، منتخب في فرنسا الدوريات الفرنسيه كثير من رؤساء الانديه اتصلوا بجبل من الماضي وقالوا بلي اننا نصرح لاعبينا لاننا على وشك يعني مباريات جميل حلبوا بدون لاعبين وقيل لا لا عندنا شي لاعبين ما يعني كثير من الصراحة كان ديجا خرجوا تسريبات انه لاعبين اللي راح فوالا يشاركوا في مباراتين المقبلتين. احنا منتخبنا الجزائري ضمن تاهل لكاس امم افريقيا، لكن المباراتين متهمين احنا نعرفوا جمال بالماضي مدربنا انه ما يتساهلش. يعني فوالا ما ضمن تاهل يقعد توجور يعني اوطوبي يحب توجور الفريق تاعنا الوطني يقعد توجور جاهز. احنا بالك ما حش نكونوا ناقصين من اللاعبين، لكن منتخبنا عندنا كونفيونس فيه وبالك حنشوفوا. وعوده بلال بالليلي حتى يعني يوسف كثير تكلموا بالليلي. يوسف بالليلي لعوده تاعو الى منتخبنا الوطني، عوده ميمونه ان شاء الله، عوده ميمونه ومن رؤساء الانديه الفرنسيه اللي ما حبش تلقى اللاعبين. نتمناو نشوفوهم بالك في تصفيات ولا في كاس امم افريقيا ولا تصفيات كاس العالم ل 2022. مباراه الوديه الاولى حتكون على ما اظن 22 مارس، ماشي وديه رسميه، رسميه تكون 22 مارس فوالا ضد زيمبابوي. حيكون العوده. احنا منتخبنا ضمن تاهل الاكرام، حيلعب مباراتين مقبلتين يعني لاجل الحفاظ على المركز الاول. نتمنوا الفوز يعني، نتمنوا الفوز للحفاظ على المركز الاول فوالا. ما قريت انا متاهلين، لكن النزعه الهجوميه والنزعه لمنتخبنا الوطني حتى يحتجروا الطوب، ونتمنوا نشوفوا فريقنا في احسن دور. كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في مبارياته القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. نروح الان الى منتخبنا الوطني، الى الانديه الجزائريه اللي تشارك قاريا في كاس امم افريقيا. الانديه الجزائريه كاين نشوفوا مواليد الجزائر اللي تقدم باركور شباب اكرام. الفوز تاعها بعد 45 سنه لم تفز في افريقيا، عادت بفوز ثمين من السنغال. وحنا زدنا شفنا المباراه اللي تلعبت يوم الثلاثاء، الفوز تاعها في 1-0 ما خلاها يعني تكلاسي دوزيام بلاس في ترتيب المجموعه، مجموعه الموت كثير اللي سموها من تحاليل الخبراء اللي قالوا بلي انه مجموعه موت ضد الترجي التونسي ضد الزمالك. كانوا متخوفين وحنا رانا نشوفوا مواليد الجزائر اللي راهو يحتل المرتبه الثانيه بعد الترجي التونسي بثمان نقاط، قعدت نقطة واحدة ويضمن التأهل. يعني مباراة تكون في ملعب 5 جويليه ضد الزمالك هي اللي راح تفصل التأهل ومن عدمه لمدة الجزائر. الزمالك يعني فريق ماشي سهل. ماشي سهل، اللي كان وصيف طبعا الفائتة لكأس افريقيا رابطة أبطال افريقيا. كأس الأندية لافريقيا رابطة أبطال افريقيا. احنا راح نشوفوا الزمالك اللي راهو عنده نقطتين، مباراة تكون مهمة له، بالك حيلعب الكل في الكل في ملعب 5 جويليه. نتمناو التأهل لفريق مدير الجزائر. يعني حتكون مباراة مهمة للفريقين. للفريقين. عندها نقطة واحدة وتضمن التأهل، والزمالك اللي لازم يفوزوا بالمباراة ماشي غير يعني بمجرد تعادل مواليد الجزائر تضمن التأهل. مجرد تعادل تضمن التأهل. فريق شباب بالوزداد اللي أيضا راهو يمر بفترة شوية صعيبة في يعني في كأس رابطة أبطال إفريقيا.
فوالا نشوفوها ويحتل المركز الثالث اكرام بعد يعني هزيمه وثلاث تعادلات متتاليه. ولو انه بدايته كانت مليحه يعني كانت مليحه، التعادل كان ثمين في تي بي مازامبي، ومن بعد بدا تعادلات فوالا في التراجع، تعادلين في هنا في ملعب 5 جويلية ضد هلال السوداني، زاد راح لهلال السوداني زاد تعادل، خساره ضد فريق من جنوب افريقيا. احنا نشوفوا بالك حدوده ما زالها قائمه لانه يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط مع الهلال، هما راهم متناصفين ثلاث نقاط مع الهلال، بالك المباراتين راح يبقاو الجايين هما راح يفصلوا من التاهل لعدمه لفريق شباب بالوزداد. ايضا في كاس الكاف، وكاس الكاف اللي نشوفوا فريق وفاق سطيف وشبيبه القبائل اللي راهم يمثلوا الجزائر في كاس الكاف، فريق وفاق سطيف اللي راهو يمثل فالا انهزم اكرام وراهو يحتل المركز الاخير في يعني الترتيب في الترتيب تاعو. فوالا بار كونتر شبيبه القبائل اللي تعادل البارحه وكانوا يحتل المركز الاول في ترتيب المجموعه تاعها ويحتل باربع نقاط في المجموعه تاعو المرتبه الاولى. بالك حيسمح نشوفوا ثانيك بدايه شبيبه القبائل كانت شويه صح متذبذبه، لكن شبيبه القبائل يعني معروف من زمان، شبيبه القبائل هو اللي بالك من الفرق اللي تشرف الجزائر افضل تشريف افريقيا في افريقيا. دونك هذا العام ان شاء الله نتمنوا انه نشوفوا نتائج ايجابيه، نتائج جيده في افريقيا، تمثيل الجزائر ان شاء الله يكون ثاني احسن. وبالنسبه لوفاق سطيف انهزم امام فريق ليبي. ليبي 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 اكرام ليبي، احنا نتمنوا التاهل لكلتا الفريقين اليوم، يمثلوا اليوم يمثلوا الجزائر والبلد الجزائر في كاس افريقيا للانديه. نروح الان الى ترتيب دوري المحترفين الجزائري، واللي صرح رئيس رابطه مدوار اللي قال نشهد يعني اطول بطوله منذ بدايه بطوله المحترفه، لانه الانديه المشاركه في الـ في الـ في قاريا اللي عندها مباريات متأجلة يعني كثيره، يكون كاين هناك تاجيل دائما لانه الانديه تاعنا مرتبطه بمباريات افريقيا. والاولويه تكون لمباريات افريقيا اكرام، الاولويه تكون فوالا طبعا. وحنشوفوا هنا قال لك رئيس الرابطه اللي قال احنا نشهد يعني البطوله الطويله كاع مدى في دوري المحترفين الجزائري. فوالا البطوله نشوفوا الترتيب الاول هو للثوره اللي يحتل المرتبه الاولى، مولدية وهران اللي تحتل المرتبه الثانيه، وفاق سطيف اللي تراجع الى المركز الثالث مع عين مليله المفاجاه اللي راح تحتل المرتبه الرابعه. هذا العام ترتيبه باك تغير كاع طرافو الاعوام اللي فاتوا. فوالا بصح رانا نشوفوا باللي عندنا مباريات مؤجله كما قلنا اكرام، باللي كاين وفاق سطيف اللي عنده مباراتين مؤجلتين اللي هو يلعب افريقيا، مولوديه الجزائر، شباب الوزداد، مام شبيبه القبائل اللي يحتل المركز الثالث. لكن في رحمة كناش نشوفوهم بزاف في المراتب الاولى، ولينا نشوفوا المرتبه الاولى بيان سور. ثوره لا يقدم باركور شباب، شبيبه ثوره لا يقدم باركور شباب، وبوركوا با حنا نشوفوا بطل الشتوي، بالك شبيبه ثوره راح يكون بطل الشتوي للدوري الجزائري. لما لا؟ لما لا؟ شويه بطل الشتوي. فوالا نروح الان الى دوليا، والبدايه راح تكون بالفرق اللي متاهله لدوري ابطال اوروبا للربع النهائي. بايرن ميونخ اللي تاهل البارحه مع تشيلسي، دورتموند وليفربول وسيتي. راح نشوفوا فوالا رياض محرز اللي راهو يمثل الجزائر في الربع النهائي لرابطه ابطال اوروبا، بي اس جي وبورتو ومدريد. هذا الربع النهائي اللي راح يكون في لا تشامبيونز ليغ، وراح نشوفوا اليوم الجمعه غدا يعني الربع النهائي، وراح يخرجوا يعني مباريات في القمه كاع حنشاهدوا. نشوفوا ربع نهائي متعب جدا، راح نشاركوا رياض محرز ونتمناه ان شاء الله لما لا الفوز رياض محرز للقب اللي راهو يخصه وهو رابطه ابطال اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله يعني غدوه في الوقت تاع المباريات ما تلقى حتى واحد اوفيسيال كامل نكونوا شوفوا في المباريات رياض محرز مع فريق المنافس اللي حيكون له. كان هذا اخر خبر، اخر خبر هذا اكرام. شكرا لكريم، شكرا لكريم، وشكرا للمشاهدين الكرام. شكرا على الاخبار ديالك تجيبهم لنا، ان شاء الله المشاهدين يكونوا استفادوا منهم وشافوا شويه معلومات، خاصه المباريات اللي كنذكرهم لنا اللي حيتلعبوا غدوه. نتمنوا كل توفيق للاعبين المحترفين تاعنا الجزائريين، وبما فيهم رياض محرز اللي حيكون مع موعد باش يكون عنده لقب جديد في مشوار كبير بالفن اللي يأديه. عرض الازياء، اصغر عرض ازياء في الجزائر، ريان حاضر معنا اليوم. مرحبا. اهلا. مرحبا وسهلا. صباحك مليحة. لاباس وانت؟ صباحك مليحة. صباحك مليح. لاباس. كي شفتك اليوم وليت هايل.
ما شاء الله عليك. قلنا ريان تعرفوا عليك بزاف ناس حابين يعرفوا شكون هو ريان. شحال في عمرك وش دير وش تعمل؟ انا اصغر منك في الجزائر. ايه ما شاء الله. عرفت سنة تقرا؟ سنة ثالثة ابتدائي. مؤدل مليح؟ مؤدل مليح، جيت من خمسة الأوائل. الله يبارك. وش مليك كنت تقرا فيها؟ اس بي ار. ايه؟ في بير خادم. بير خادم. راك غير لنا قريب لينا. مانكا اصغر مانكا في المسجد اللي تقرا فيه، على بالهم اللي كاين مانكا يقرا معاهم؟ على بالهم. صح؟ وين على بالهم؟ اه؟ وين على بالهم؟ كيفاش عرفوا؟ عبر الانستغرام. كيفاش عرفت؟ يتبعوك في تيك توك؟ يتبعوني بزاف في المسجد، يحكموا نكون نمشي نلعب مع صحابي، يقولوا لي تيك توك تيك توك تيك توك. يشوفوك في تيك توك مالا. ويزيدوا يكومونتيو لي يقولوا لي حنايا اللي نقراو معاك. يغيروا منك ولا ما يغيروش منك؟ ما يغيروش منك. في المسجد دائما نلقى واحد يغير من واحد. يحبوا كامل. كامل ملح معاك. يكلخوا لك شويه، انت نجبرك معاهم. راك تختار تقرا معاهم. يلعبوا معايا من ذاك يديروا لي مقلب. والاساتذه اللي يقريوك على بالهم باللي عندهم مانكان صغير في المسجد؟ على بالهم. كيفاش يتعاملوا معاك؟ عادي عادي عادي. كيفاش بديت رايان؟ قلنا كيفاش باش دخلت لهذا المجال هذا تاع المانكينه؟ خلي عرفنا على المانكينه، واش هو؟ واش هو المانكان؟ واش يدير؟ مانكا شغل البنت ما تيق عليه يمشي يستعرض يعني. وانت تعلمت تمشي كيما هما؟ منين تعلمت؟ شو اللي علمك؟ انا حتى واحد لي مانكا اللي مولف تشوفهم، وين تشوفهم؟ كيفا لي مانكا؟ كاين دي مانكا كبار صح؟ وين تشوفهم؟ محمد الرئيس. تحب محمد الرغيث، نقول له تحيه. تشوفهم في التلفزيون وتشوفهم في الانستغرام. حبتوا لي كيما هو؟ حبتوا لي كيما هو؟ ماشي كيما هو هذيك الدرجه بصح مليح. برافو برافو، شوفوا ما شاء الله عليه. واعي. حاب تكون ريان؟ نحب نكون ريان. ناس تيك توك، وقتاش بديت تخدم بتيك توك؟ تيك توك؟ الغلفيه عندها بزاف. عندها بزاف؟ دي نحاو لي كونت بزاف. نحاولك لي كونت، علاش نحاوهم لك؟ عندي يبيراطيو ينحوهم لي كاع ماشي. دونك دير وينحيو لك، دير وينحيو لك. يطلع لي مليح 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 من بعد ينحيو. معليش رايان، نروحو نشوفو حنا شويه لي فيديو تاعك ونعاود نولو نحكيو عليهم. التصويره هذيك واش اللي شفناها؟ كنت نقولها في ودنها. واش قلت لها؟ قلت لها والو، زعما فيديو. برافو عليك، شفناك ماشي عرض ازياء، شفناك تمثل. انا ممثل وعرض ازياء. ممثل راك تمثل. تمثل لطفي ثاني كان عنده على ما اظن كان عندك عرض في تركيا باش دير اشهار على ما اظن. عيطوا لك في تركيا؟ عيطوا لي في تركيا من بعد جات كورونا. باش دير بوبليسيتي؟ باش نمثل مع واحد الممثل اسمه نسيت اسمهم شويه، اسمهم شويه صعيب تاعك. تركي هو تركي. شبهوك هما تركي. لمن شبهوك في الترك؟ لما قالوا لك تشبه الامير؟ واحد الممثل شتاي الممثل شتاي. شتاي شتاي تركي. انا ما نعرفهم. وين عرفوك بصح؟ كيفاش عرفوا تعرفوا عليك؟ كيفاش وين على بالهم بلي كاين عندنا رايان شباب الله يبارك ويعرف يمثل ويعرف يلبس؟ حنايا على بابا وماما. ايه رحنا للترك. كنتوا عطله. كنا عطله. رحت معك الاكرام؟ انا قالوا لي ما رحتش. قالوا لي كان واحد الراجل كي رحنا حنا للترك، كان واحد الراجل هو ومرته. كان هضر مع بابا قال له يتشبه الشاطي مع الاخر وشنو اسمه؟ المهم ممثل تركي. بابا قول لهنا، يلا قولوا لبابا يغششنا شويه، يعطينا الاسم تاع الفنان يتلاقاو به. سقسيوه. زيد كمل لنا. كمل لنا دوك يقول لنا الاسم. كيفاش؟ جا ليهم قال لهم يشبه الفنان هذا. ومن بعد؟ ومن بعد انايا شقيقه. نسيت اسمه. بالفرحه نسيت. بالفرحه نسيت. وبعد هو واش علاقته مع الفنان هذا؟ يعرفه؟ يعرفوه. قالت يعرفوه. تمثل يعني انت ثاني؟ عجبتهم؟ عجبهم البروفيل تاعك؟ داكوغ، الله يبارك.
دوك يقولنا باباك وفي الجزائر هنايا ما كاش فنانين ولا مخرجين اللي شافوك وحبوك تمثل معاهم؟ بزاف لا كاين كاين وعلاش ما مثلتش مازال ما مثلت مازال ما درت فيلم مثلت وين في بيبليسيتي بزاف درت لي بيبليسيتي اوكي شحال راك كيف تقسم وقتك تيك توك الفيديو اللي شفناه تاع السمين هذاك اللي كان معك شكون هذاك السمين اللي كان معك صاحبي نوفل صاحب شكون صاحبك انت ولا صاحب باباك ابي انايا صاحبك كبير عمره 16 يبان كبير ما شاء الله عليه وانت شحال عمرك انا يا ويطم ويطم يبارك يا عمري وصاحبك وليد الحومه هو وليد حومتك لا الفان تاعي يحب يجي تعرفوا في انستغرام فان تاعك اوكي ما عندك لي فان مالا بزاف قلنا رايان مش البارح انا معي واحد الله يبارك شكون يشد لك انستغرام تاعك شكون اللي جيره شكون يجيرها من داك بابا من داك ماما من داك بزاف انت ما تمسش كامل انستغرام ديال لي فيديو هما اللي تكفلوا بكلش ولا تدخل كومام تدخل ندخل واش تدخل تشوف لي ميساج ولا ندخل نشوف لي كومونتير وكاع لي كومونتير ملاح اللي يديروهم يحطوهم لك كامل ملاح شويه كاين اللي شويه يتجرحوا شويه واش يقولوا لك يجرحوا واش يقولوا لك باغ اكزومبل واش هو الكومونتير يقولك ديجاج لا يقولك دير ماكياج اوكي يقولك دير ماكياج شفت يقولك شاي اسلو شاي اسلو اني تفكرت شاي اسلو كنت مركز ما كنتش مركز معنا بزاف شكون اللي خير لك اللبسه تاعك شكون اللي خير لك اللبسه اللي تلبسها انت تخير كل خطره كيفاش وباباك شكون اللي حطها انت ولا باباك؟ كيفاه؟ شكون اللي يلبس شكون يلبس مليح انت ولا باباك؟ انت ولا باباك؟ بابا حنا دايرين كيف كيف نفس ستيل والمشطه شكون اللي مشط لك اليوم؟ ماما ما شاء الله ما شاء الله فكره الاولانيه زعما تكون مع عند سامي ولا مع عند سمير ولا مع عند منير اللي نقول لهم صباح الخير نجو لهم تحيه الله يبارك فيك نقول لوحدنا معليش دونك تكون الفكره يعني الموضوع ونبداو نخدموا عليه يعني تعاونوا كامل كاع الفرقه اللي تخدم عليها باش نخرجوا بعد ما شاء الله عليكم يعني الفرق الموسيقيه في العالم معروف هذا الشيء قليل وين تبقى وتقعد الفرقه الا ونلقاو الافراد نتاعها كل واحد يحوس يخرج يغني وحده انتوما واش هو الشيء اللي خلاكم متماسكين صامي امور كثيره لازم نعرف بلي اول شيء اول صعوبه كي تكون كاينه فرقه موسيقيه هي انك تواصل في هذاك المشوار باربعه ولا خمسه كما نقولوا اعضاء شيء ماهوش سهل كما نقولوا من منظور الفني اول شيء لانه كل واحد كما نقولوا حنايا فرقه الدايد دوك حنا اربعه فنانين في كل اربعه فنانين عندنا توجهات عندنا كما يقولوا دي وجهات نظر وجهات نظر عندنا ثاني الوان موسيقيه كل واحد عنده اللون الموسيقي ديالو دونك لا بروميير ديفيكولتي كما يقولوا الصعوبه الاولى هي انك في اربعه تخرجوا نظره واحده باش تتفاهموا في سوجي واحد باش تتفاهموا وستيل واحد يعني اول بروميير ايطاش حنا نقولوا كما نقولوا الديمقراطيه تبدا عندنا دونك شيء مهم جدا لانه فيه تعايش فيه ثاني تسيير كيفاش نسيروا بيناتنا كيفاش نخططوا كيفاش نتنظموا اسمح لي الفرقه تكونت وين كان ستيل جديد رجع للساحه الفنيه الجزائريه من وقت بلاد ميوزيك كنا شفنا ستيل مودرن غاب من بعد عاود رجع في السنوات اللي بديتوا فيهم انتوما دركا حاليا سنه 2019 2020 الزنقاوي اللي صار مسيطر على الساحه الفنيه الجزائريه يمكن للفرقه انها تغير من ستيل وتمشي مع الموجه الجديده ولا تبقى في الميم ستيل هذه العلم لله يعني واش راه جاي ان شاء الله يعني كتخموا فيها ما نقدروش يعني نعطيو لك معلومه يعني دقيقه نقول لك زعما حنميلوا منا ولا منا مي فرقه الداي عندها ليدونتيتي تاعها اللي تحافظ عليها تحافظ عليها اللي حبنا بها الناس وشغل نعطيو لها قيمتها تاع الصح ونسيو نحافظوا عليها قد ما نقدروا واش هو الشيء الجديد اللي كنت تحضروا له كاين اغنيه كنت تحضروا لها راح تصوروها فيديو كليب كاين عندنا كما يقولوا مشروعين
مشروعين تاع دو سينجل كما يقولوا. ان شاء الله ان شاء الله الى كتب ربي قدرنا ان شاء الله نخرجهم في 2021 دونك دو تيتر ما نقدروش نعطوكم بزاف خلو شويه خلو سيسبانس ولكن يعني كما يقولوا البيبليك ديالنا يقدر يستنانا والشعب الجزائري ثاني يقدر يستنانا اون فاتريتي دو سوجي كما يقولوا سوجي تاع لا جوناس والناس اللي راهي تعمل للمستقبل ونحرص على المفاجاه راح تكونوا حاضرين معنا اكيد كي يصدر السينجل حاضرين راح ترافقوا اكرام للمطبخ تفضل الشيف حسين باش نختموا حلقه اليوم. انا نقول لكم مشاهدينا ابقوا على خير حقنا لنهايه حلقه اليوم نهايه اسبوع موفقه للجميع.